دقيقة. Ça va? Eh, ça va, tu fais une présentation, mais c'est l'école? Yes. Oui. Zone B. Yes, c'est légal. Parfait. انا مشكلة Je اساسا vais باش نعمل بريزنت باش نعمل بارتاج كان على السكرين الثاني. Ok, ben. تحب نجيب حذيك للدار ولا حكاية نعاونك؟ نو صبا باهي، ترى في تاب كهوة ده. اي سلام. Thank you, محمد. تمام. هل تاب الميكرو؟ اوكي، on va commencer. صح شربتكم الناس الكل، عسلامة مرحبا بكم معنا. اليوم حابين نعمل انفو سيشن دبر لي ستاج، بحكم كما تعرفوا الناس الكل السيزون تاع لي ستاج قرب وبدا يبدا نتاع كيفاش باش نلقى ستاج، وين نلوج على ستاج، كيفاش نحضر السي في بتاعي، كان رفضوني في البلاصه هيك زعما يقبلوني في البلاصه هيك، شنو هما لي كريتير دو سيليكسيون في لي زونتربريز ولا في المارشي دومبلوا تونيزيان اتسيتيرا. حبينا نعملوا الانفو سيشن هذه باش نسهلوا على العبيد اللي باش تلوج اول مره والا اللي لوجت قبل وفدت من البروسيس كلاسيك، حبينا نربحوهم وقت وبيان سور نربحوهم بقى. نيكست محمد. اليوم باش نحكيو كيفاش ننجم وين ننجم نلقى ستاج، لو بروسيس نتاع الريكروتمون، اهم حاجه بيسيكلي في الريكروتمون هي كيفاش نجم نحضر السي في، وباش نحكيو على دو تيب دونتروتيان اللي نتعداو بيهم في اي ريكروتمون، اللي هما لونتروتيان مع الاتش ار ولونتروتيان تكنيك. قبل ما نبدا جو مي بريزونت، انا ليليا بن عمار ارهاش جوجل ديفلوبر ستودنت كلوبس انات كوم، مانيش وحدي باش نحكي اليوم معايا. عسلامة يا سماعة، اسمي محمد صبحي، جدي ال سي ليد متاع انتكم. اليوم باش نحكي معاكم زادا على الانترفيوز وعلى البروسيس متاعها وعلى شنو الحاجات اللي لازمكم تعرفوها في لونتروتيانات في الاستاجات اون جينيرال. دونك اوكي، توت الوغ باش يبدا محمد بارتي معاكم، وبعد ليكيا باش نرجعوا ليا انا. اوكي. ملول، اول حاجه كي باش تعمل استاج تقول وين باش نعمله، بلاس كتب ما عندك حتى فكره على لي سيتي موجودين في تونس وين باش تلوج عليهم، كيفاش تلقى. حسب ما تبدا تسال اصحابك يقولوا لك جوست تلوج في اللينكدين ولا يبدا عندهم عارف. بعد كي باش تسال عباد تقول لكم راه جوست عملنا بالمعارف. اسكو المعارف هي الميثود الوحيده باش انك تلقى استاج ولا لا؟ ايفيدامون كو لي. اول حاجه حبيت نوريها لكم هي داتا سيتس بتاع كومبانيز اللي هذا مدوها اتيجنت قبل ب تو ما كنتش نتراو دقيقة باش نشاري تاب تمام. أخرى. ممكن تظهر رأي محمد. اوكي. لا شو ديليا، انت عم بالعمل بارتاج متاع البرزنتيشن الكل باش ينجم بعد ساعات ندخل لسيت ويب. باهي اوكي. بيه، فما هذه الساعة الداتا سيت الأولى حبيت نبارتيجيها معكم. ساعة تشوفوا في الإكران ولا؟ يس يس. أوكي كو. كثروا عليا. الداتا سيت الأولى هذه متاع بليزيور سوسيتي في تونس، لمدوها جماعة نيكالتاج في صيف 2018 وقت حبوا يعملوا البي اف متاعهم. جست حاب نقول لكم راهم السوسيتي اللي تعمل عندها يعملوا بي اف، وزاد تنجم تعمل عندهم ستاج تاع بريمير اني ولا دوزيام اني في الصيف. فما حاجة تفرق اي، اما فباقي هما نفس السوسيتيات نجم تشارك فيهم. حاسس فما برشا سوسيتيات لهنا. مش كان داتا سيت هيكي، فما زاد داتا سيت اخرى. الداتا سيت الثاني هذه زاد جمعوها جماعة يعني كالتاش في 2019. فبرشا لك برشا واحد يخدم في الاي اي باش يشيخ على داتا سيت كيما هكا. anyways اوكي. فما زاد سيت هذا اسمه ريكولتي بوانتيان، يعرفوه بالبي جماعة البي اف او، ديجا واحد من البي اف او هو اللي قال عليه.
في بليزيور بيرفو بوكس ينجموا يشوفوا لي كتالوج تاع العباد تلفاسون انه تعرف انهم دو سوسيتي اللي يخدموا في الدومين اللي انت تحب عليه. مثلا كنت تلوج على دومين تاع اي اي تولي تخدم في تولي تلوج على لي سوسيتي اللي يخدموا في الدومين هكا. اوكي بيه دونك سافا انا ديت سيت تاع كومباني دونك تندخل عليهم بسبام ابعث برشا ايميلات للايميلز نتاعهم باش نجم تشيع في مش نجم تشيع في التو بتاع عندك تلقى استاج وانك تقصب انك تربح. اما لا ماشي هكا مش سهل الدرجة هذه الحكاية. لازمك تعرف انه انت الدومين اللي تحب تكمل فيه باش نجم تختار انهم الكومبانيز تمشي فيهم. دونك لازمك تميني ميزي الرشاش متاعك تعمل كل سكوب تركز كان على شركات معينين وبعد تبعث كاستم انترشيب بروبوزلز معناتها باش تبعث السي في متاعك والموتيفيشن لتر دي لشركة واحدة معينة لكل شركة معينة. بنحب نبارتاجي معكم خدمة من الخدمات تاع جماعة سيبكم تاع بلال. هذا بلال كان عم ناول في بلال بسباس كان بي اف عم ناول معناتها سنة ولا يعدي في البي اف نتاعو. حكى من الأول مع صحابه حكى مع جماعة مش كمان سيبكم حكى مع برشا جماعات قال معلش ما نلمدوش داتا سيت مع بعضنا نعملوها نشوف ونظموها بالباهي باش نجم كل واحد يعرف وين يختار وين يمشي. ما تشوف هنا تنجم تشوف الكمباني تايب على خاطر تفرق راهي مش كيما تعمل ستاج في كمباني صغيره مش كيما تعمل في كمباني كبيره. بار اكزومبل لي ستارت ابس تلقى روحك تخدم برشا حاجات بارابور كمباني كبيره. اوكي فما هنا شنو الدومين اللي يخدموا فيه الشركه هذيك شنو معناتها دي سوجي اللي تنجم تتصورها تخدمها. مثلا انت كانك انترستد في الاي اي تنجم تشوف الشركات اللي يخدموا اكثر اي اي البلاس نتاعها خاطر هذيك تهم على الاخر ليتيديون لينكدين او ويب سايت نتاع الشركه هذيك تلفاسون تنجم تدخل لهم تشوف اسكو هما ذا ريكروتينغ ولا فما الاتش ار ايميل تنجم تبعث له السي في نتاعك والموتيفيشن لتر فما بليزيور وحايد نتاع اتش ار فما لينكدين نتاع الاتش ار زاده وذي فاز عملوها خاطر هي بدات مجموعه سيبكوم دونك تشوفوا لي سيبكوم يا اللي غادي اللي يخدموا فيها واسكو تخلص ولا اسكو تخلص ولا كان تعمل بي اف شوفوا اسكو باش تخلص كان باش تعمل بي اف وستاج دانجينيور اسكو تخلص عليه ولا قداش من انترفيو باش تعمل قداش من اتش ار انترفيو قداش من تكنيكال انترفيو وسم دي كونساي جنرال على الشركه هذيك. هذوما تونا بعث لكم بعد في ذا اند اوف ذا سيشن. اوكي ليليا تنجم تمشي للسلايد اللي بعدها. يا دون اوكي باه اما لك وير ا سكند اسكو تنجم تعمل ستاج نتاعك كان في كومباني ولا خاطر تنجم تكون ياسر صعيب عليك البروسيس نتاع الشركات هذوكم تنجم ما تلقاش حظك في الشركات دونك تنجم تتصرف طرق اخرين باش انك تلقى ستاج نتاعك. شنو هما الميثودات الاخرين تنجم تعمل بهم ستاج؟ تنجم تمشي ريسيرش سنترز بار اكزومبل في صفاقس فما سي ار ان اس هذاك الحذا اللي ناتكم تنجم تعمل فيه ستاج نتاعك. تنجم تكونتاكتي بروفيسورات من غادي تنجم تلقاهم على لينكدين يوست تمشي لينكدين تاع سي ار ان اس تشوف عندهم لي بروف اللي يخدموا غادي وتبعث لهم جست ميساج تقول لهم هي عندكم نجم نعمل عندك ستاجي ولا وديجا انا عملتها فهم برشا من صحابي عملوها. نجم في اليونيفرسيتي نتاعك اصلا تعمل ستاج نجم تكونتاكتي زاد بروف وتعمل ستاج عندك في تبع اليونيفرسيتي هذيك ولا جست سامبلومون تمشي للبروفيسور كان تشوف تسالو اسكو يعرف شركات حاجتهم بدي زيتيديون باش يعملوا ستاجات ولا هو يكون كل لينك ما بيناتك انت والشركه هذيك خاطر اكثريت لي بروف تو يبداو يكلموهم شركات راه يقول لهم راهو حاشنا ب تال ايتيديون باش يخدم تال جاس. زاد تنساوش الانكوبيترز راهم فيهم ستارت ابس معناتها يبداو يخدموا فيهم دي ستارت اب. انت كان تمشي الانكوبيترز من غادي مثلا كيما الانكوبيتر تاع اورانج كيما هنا جاكورا فما فابلاب زاد في تونس كامله هكما يبداو يخدموا فيهم دي ستارت ابس كي تمشي الغادي نجم يكونكتيوك مع الستارت ابس هذا. اوكي سو ليتس سبوز انك سافا يو فاوند ذا كومباني اللي انت تحب تمشي تخدم عندها ستاج. مثلا بالنسبه لي اني استديب لك استديب از ون اوف ذا بيست كومبانيز في الاي اي في تونس اند دوين ستاج عندها وود بي ريلي جريت. اوكي سو ليتس سبوز انه لقيت كومباني اي ابلايد لها اي توك لوجت على عملت السي في نتاعي في كانفا لقيت السي في كيكا مزيان حبيت نخدم عليه خدمت عليه
بعد حطيت لاني بيرفكت في العربي متاعي اللي بعدها سلايد اي منشند لاني راهو دخلت برشا كلوبات في الفاك متاعي وزاد حطيت الامتي ريبو تاع جيتها متاعي خاطر نسيت وعملته كان اخر دقيقه الريبو لقيتها متاعي هذاك يا اخي مشيت حطيت فيه جست بروجي سابق من الانترنت تاني كيكا حطيت لصقته اللي بعدها and I got rejected. Okay, قلت خنشوف شركة أخرى. No, I got rejected. I got rejected multiple times. Like على بعض من rejection اللي بعده. بديت نستريسي على خاطر ما عنديش PFO وسافا. بدأ الوقت يقرب تاع الشهر معناتها سافا. قلوا إحنا في جوي بدأ يقرب الوقت وما عنديش ستاج. دونك فما مشكلة. سير أذى رقم فما برشا تجينا تحصلوا فيها الحكاية ويمكن أنتم تحصلوا فيها. أما like luckily. جينا باش نقول لكم don't stress yourself. أنا ليلي هنا تنجم تفسر لنا البروسيس متاع الريكروتمون سنس هي ديجا خدمت في البروسيس هذا في الصيفة متاعها في الجيز وتنجم تفسر لنا بالباهي. أوكي ليلي. أوكي. It was nice. البروسيدور دو ريكروتمون في تونس جينيرالمون بريسك متشابهة. توا بويسك فما افونسمون ولا فما شونجمون توتال في ستيل دو مانجمنت في تونس قاعد يتبدل بشويه بشويه قاعدين نبعدوا من الستيل دو ريكروتمون كلاسيك اللي هو الكلاسيك العادي نتاع يدخلك شكون وش اسمه من غير ما تعمل انتروتيان على حتى شيء ولا تدفع رشوه ولا جست تعدي بار اكزومبل انتروتيان تكنيك ديريكت من غير ما تتعدى على الاتش ار هيك كله حاسيلو يصب في الفاليز نتاع حاجات كلاسيك. باش نحكي لكم انا على البروسيس بتاع الريكروتمون اللي نلقاه هنا ودي في تونس يعني اللي قاعد اللي قاعد يتطبق بريسك في لي زونتربريز وفي لي ستارت اب اللي احنا اون طونك دي انجينير قاعدين باش نفيزيوهم. اول حاجه يصير ريكروتمنت بلانينغ. هذا شي يصير فيه لابيل ا كانديداتور ويتهبط جوب ديسكريبشن وتصير الديفوزيون نتاع لابيل ا كانديداتور. هذه البارتي هذه تخص لونتربريز ماهيش خاصتنا احنا. كي باش تهبط الجوب ديسكريبشن هذه البارتي خاصتنا احنا اون طونك انا شيرشور دومبلوا ولا شيرشور دو ستاج ولا شيرشور دوبورتونيتي اون جينيرال. الجوب ديسكريبشن هي نقطة الانطلاق نتاعي انا. باهي في الجوب ديسكريبشن باش تلقى لي بوين كلي اللي يخليوك من بعد ليكيا تنجم تحضر السي في نتاعك. خاطر اليوم ما لازمنيش نحضر ان سي في هكاك كلاسيك ونحطه ونبعثه للناس الكل. ها كل كومباني وكل ابليكيشن لازمها سي في خاص بها. مش معناتها انت باش تخدم انفينيتي دو سي في مي جوست فما دي بوين كلي يتبدلوا. باهي نجيو هوني للسي في. قبل ما نعطيو شنو ما لي بوين اللي موجودين في السي في وتسيتيرا هيت نفهموا احنا السي في ريالمون شنو. السي في بالنسبه ليا انا ولا بالنسبه لاي حد سي تان ريبريزونطاسيون دو كومبيتونس. السي في هو مرايه للسكيلز اللي عندك. كنقولوا سكيلز يعني مهارات. هيت نفهموا احنا هالمهارات ولا سكيلز ولا الكومبيتونس شنو ما هما. الكومبيتونس يتقسموا سويفون 3 بارتي ولا 3 بوين اسونسييل. عندنا السافوار اللي هو المعرفه اللي هو ديبلومنا وعندنا السافوار فير اللي هو البراتيك يعني ستاج اكسبيريونس وعندنا السافوار اتر اللي هو ش عندك بخلاف القرايه. السي في يلم لي 3 بوين هذوما ولازم يلم لي 3 بوين هذوما. لازم انا كنحل السي في نتاعك نلقى السافوار يعني ديبلوم نتاعك حتى اون كور احنا بريسك تو اون كور نلقى السافوار نتاعك اللي هما ستاج ولي زيكسبيريونس ونلقى السافوار اتر ش عندك بخلاف القرايه في اسوسياتيف شاركت في دي كومبيتيسيون في دي هاكاتون ايتترا ايتترا. باهي في السي في تاعنا لازم يكون فما ست بوان اسونسييل. باهي اول حاجه نبداو فيها في السي في حاولوا انه نبداو بالتيتر. التيتر هو اللي باش يضم انت سيتياسيون تاعك سوسيال شنيه مثلا ايتوديون انجينيور ميدسان اللي هو لازم التيتر نتاع السي في نحاولوا انه نخليوه يتشاف لو ماكسيموم خاطر الريكروتور راهو ما يقرا السي في اقل من مينوت يعني جوست يسكانيه بعينيه
دونك نحاولوا احنا لي بوين اسونسييل اللي هو يلوج عليهم نحطهم له بالكبير. ثاني حاجه اللي هي التصويره، ماذا بينا التصويره تكون فورمي ما تعملش سيلفي ورد بالك تحط تصويره بالفلتر، ورد بالك تحط تصويره لارير بتاعك مش بلونش هيك بالحق ماهيش محببه جمله، وسيختو رد بالك تعمل تحط تصويره وانت معاك شكون عرفت وتحط له على وجهه قلب والحكايه، حط تصويرتك عادي مثالش تجم حتى تمشي لاي فوتوغراف تعمل تصويره هيك باش تكون تصويره خاصه للسي في نتاعك خاطر هي عندها امبريسيون كبيره برشا. به نمشيو بعد لكاين لي سيكسيون تيبيك. به بالنسبه للانفورماسيون بيرسونيل اللي هما البيرسونال بروفايل، به باش نحطوا فيه هذايا، باش نحطوا فيه اسم واللقب نتاعنا، نيميرو التليفون نتاعنا، الميل والدات دو نيسونس والاج والادريس. الادريس نتاع دارك با نيسيسيرمون انك تحطها بار ديتاي، جوست تحط اللوكاليزاسيون انت بتاعك بالضبط. هي الغالب نخدموا بها برشا في تونس على خاطر يقراوا حساب الترونسبور برشا، خاطر الترونسبور عنده ريلاسيون بالبرودكتيفيتي نتاع العبد. من بعد ليكيا باش نحطوا الديسكريبسيون. باهي في الديسكريبسيون حاول انك تحطها سويفون الجوب ديسكريبشن نتاع الخدمه. انت قبل ما تخدم شو اسمه، قبل ما تخدم الديسكريبسيون نتاعك لازمك تمشي تحل تعمل ريشيرش على الكومباني اللي انت باش تعمل فيها ستاج ولا تحب تعمل فيها ستاج ولا باش تخدم فيها، وتشوف شنو هي لي بوين اسونسييل نتاع الكومباني هذيا. باغ اكزومبل انا باش نمشي نعمل ستاج في وسط ستارت اب، حليت عملت ريشيرش نلقى ستارت اب هذيا تخدم افيك ان ستيل دو مانجمنت اجي، اش معناها؟ يعني كلهم إلسان كول مع بعضهم، ما فماش هيرارشي كلاسيك، ميم حتى الأوفيس نتاعهم أوبن على بعضهم. دونك اش معناها هذا؟ معناها الكمباني هذية العباد اللي باش تخدم فيها لازمها تكون عباد كيفها، سيتادير لازمها تكون عباد أجيل كيفها، تحب الترافاي اون ايكيب برشا، تحب هيك الجو نتاع التيم، تحب تخدم في أمبيونس، ما تحبش المرج برشا. باكونت فما عباد اخرى ما ترتاحش في الجو هذا، فما عباد ترتاح كمشي في الجو كي يبدا فما ان كادر بلو بيان ديتيرميني، بوينتاج 8 للخمسة ونص تاع العشيه، يبدا فما يغرشي منظمه كل حد بيروه كتاع على روحه ولا حد يدور بحد، فما كل حد كيفين، فماش حاجه باهيه وحاجه خايبه، ما كل حد البروفيل نتاعو. انت في المرحله هذه كما قال الساعه محمد ما تبداش تلوج هكاك على بعض وتبعث للناس الكل، تلوج سويفون انت البروفيل نتاعك، حاول انك تفهم البروفيل نتاعك قبل ما تمشي تصدم وتلوج. باهي نقول القايل اللي احنا حضرنا الديسكريبسيون نتاعنا سافا بعد ما شفنا الجوب ديسكريبشن وحطينا فيها ال لي بوين اسونسييل اللي هما يصيروا بان اوردر معين. نبداو اول حاجه بالفورماسيون اكاديميك نتاعي. باهي لا فورماسيون اكاديميك نحط اخر دبلوم انا حطيته وانا هابط. به من بعد يقول لي عديت مرحله، انا جو ميكسكوز فهمت الاربع والخمسه اش بني عديتهم نزرب عزل. نرجع نقولوا احنا كملنا الديسكريبسيون تاعي وحطيت معناتها انا شنو بالضبط لي بوين لي زاتو تاعي لي كاليتي تاعي بالضبط اون طون كون بيرسون. بعد كي باش نتعدى للورك اكسبيرينس، به هذه باش نحط فيها لي اكسبيرينس اللي انا عشتهم قبل وخدمت فيهم. هوني فما برشا اسئله ديما تجي يقول لك انا بار اكزومبل ما خدمتش في دوماني، زعما نحطها به الحاجه هذيا تولي سويفون انت وين باش تعمل الابليكاسيون تاعك. بار اكزومبل كي باش تعمل ابليكاسيون في او ان جي ماذا بيك تحط اللي انت خدمت قبل، علاش؟ خاطر هذيا باش تعطي امبريسيون اللي انت اون بيرسون اوتونوم، اللي انت اون بيرسون تحب تعمل على روحك. اون نيم بوكو البروفيل نتاع العباد اللي خدمت قبل كي كانوا دي ستوديون وخدمت في حاجه مش في دومينها. باغ كونتر كي انت باش تمشي باش تابليكي في ستارت اب ولا انتربريز ومعناتها الاكسبيريونس اللي انت خدمتها مش باش تبدل حتى شيء، فهمت؟ تنجم تحكيها في الانترفيو اما في السي في زايده خاطر باش تاكل لك سباس، ماذا بينا السباس يقعد للي بروجي نتاعك. باه نجي هوني للي زيكسبيريونس de volontariat وين باش نحط طول الفي اسوسياتيف، كان خرجت في بروغرام ديشانج، كان طوعت في حكايه، كان خدمت في او ان جي، كان شاركت في تنظيم ايفينمون، هيك كله راهو مهم برشا برشا برشا. علاش؟ على خاطر التكنيكال سكيلز تنجم تتعلمهم
ما هيش مشكلة بالحق، كل عبد وعنده technical skills ينجم يتعلمهم ينجم يلقى روحه فيهم. بخطوة personal skills هما اللي يستحقوا بارشة وقت باش انك تجم تجم اتخافيرهم تصنع ان بروفيل كومبيتون، تجم اتخافيرهم تصنع ان بروفيل يعجب السوق اللي عندنا. من بعد باش تحط ليديكاسيون اللي هي كيلك سوا الباك ولا البريبا ولا الليسانس ولا معناتها ليديكاسيون اللي انت قريتها، حاول انك تلخص ما تدخلش برشا في الديتاي، مش لازم في الباك تحط له زاد شنو هي لي ماتير اللي قريتهم، خاطر انا الشيء اللي قريته في الدي سي في يحط لك حتى في الباك لي ماتير اللي قراهم بار ديتاي ولا يحط لك نعرفوه هيك بار ديفو. فهمت؟ من بعد اللي كان جولي البوان السابعة، كان عندك شي الهوايات، كان عندك شي حاجات بار اكزومبل مغرومة بها، فمع عباد مثلا مغرومة بالكامبينغ، فمع عباد مغرومة بالسبور، باش مغرومة مش هيك تمشي بعد مرة بعد قديه، لا لا هوني نحكيو عباد هيك مغرومة علاش يتحطوا الهوايات في السي في، خاطر يعطيو امبرسيون انه العبد هيك ريسبكت الديسيبلين وانه منظم عنده بارتي معناتها ناجح في بارتي من حياته، قسم حياته عنده personal life نتاعو باش يكون عنده professional life نتاعو، دونك اوتوماتيكمون باش يولي باش تلقاه يعرف يكونترولي الوقت ويعرف يجيري ستريس نتاعو، دونك ماهوش باش يتعبنا برشا كي باش يجي يخدم عنا. هذه بالنسبه للسي في، رد بالك بالحق، رد بالك من البوان اللي ما لازمكش تحطهم. كي حكيت الساعه على التصويره ديجا انا جبتها به، رد بالك من الاغلاط في السي في، خاطر كان السي في نتاعك عطاه جود امبريشن راهو ريكروتور باش يرجع ويثبت فيه ويقرا فيه بالباهي. رد بالك باش انك تعمل ديزاين خايب تمشي تجيبه هكاك من امبورت كيلو تعمله، عرفت؟ ولا يبدا لرير جري، ماذا بينا بويسك لي توندونس في الديزاين السنين هذيا الكل انك تعمل حاجه مينيماليست كيما اللي احنا كيما البريزونطاسيون اللي احنا عاملينها، ماذا بينا السي في ما يبعدش برشا، ما تعملش دي كولور، ما تعملش اصفر ولا اخضر ولا احمر، حاول انك تعمل حاجات منظمه، حاجات تعطي امبريسيون. خاطر نحكي هكا على خاطر قاعده نحكي معاكم، خاطر السيبل نتاعنا ديزاين جونيور، كان جينا بار اكزومبل بنحبوا نابليكيو في حاجه ارتستيك ولا حكايه كل شيء يتبدل، راه جست خاطر احنا توا ان طونك ديزاين جونيور، ماذا بينا كل حاجه كل شيء يكون منظم مينيماليست نظيف، كي تغزر له تحسوا ماشي ببروسيس معين. به رد بالك الحاجه اللي بعدها تجيب ديسكريبشن، تمشي تجيبها كوبي كولي من جوجل وتحطها، لا ماذا بينا حاجات بالرسمي انت عندك اهم. ورد بالك اهم بوان بالحق، اهم بوان ما تكذبش، حط اللي عندك عندك عندك، ما عندكش ما عندكش، راه خاطر بعد لي كيل اونتروتيان هو اللي يجيب. اما كي تبدا انت تكذب في السي في، انا نشوف والله هذا سي بيان، بعد لي كيل في اونتروتيان نلقاك تلقى ما عندك حتى شيء، ما عندك برشا حاجات انت كذب فيهم، كيما بار اكزومبل تتشسم تحط دي بروجي انت ماكش قادمهم ولا تحط دي اكسبيريونس انت ماكش عايشهم، راه يسالوا عليهم لي ديتاي هكوما، راك باش تعطي امبريسيون خايبه على الاخر وباش تتسمى فيك الحكايه اللي انت تكذب، خاطر راه السوق المارشي تونيزيان تاعنا عباره زنقه، ما عندك اي حد تخرج فيه كلمه راه باش تتسمى عليه باش تسمع بارتو. محمد اوكي، عايشو عايش كليله به. باش نحكي لكم على حكايات، مش حكايات ان فيت، ديكا صاروا سمعت عليها من شركات اخرين، فما اصحابي زاده هما ديجا يبداو لهين بالتكنيكال انترفيوز، يبداو يسلو في العباد ولاحظوها عند العباد هذوما، ولا حتى تلقى اصحابك زاده في لينكدين هبطوا حكايات اللي هي ما تجيش بالرسمي ما تعملهاش. اول حاجه هي الكوبي بيست بروجكت، بروجكت انك تنجم تقول هذا يا محلاه وكل تمشي تحطه في الجيت هاب نتاعك بعد تحطه في السي في، اما راهو هما زادا يعرفوا، معناتها مش كان انت تعرف الحكايه هذوما، هما زادا ينجموا جوجلي، وكان انت تنجم جوجلي حاجه هذيك حتى هما ينجموا، دونك افويد كوبي بيست بروجكت. مثلا كيما في الكاجل رد بالك تمشي تاخذ نوت بوك من كاجل تمشي تكوبي تقول لها وبعد تقول لك انت عملتها. جوست لهنا نحب نجبد على الحكايه على الفاست الماشين ليرنينج، فما واحد في حاط اللي هو كاجل ماستر هي حاجه كبيره على الاخر بيزومون ولا هي فايس بها بلوزمون، يا اخي مشاو طيحوه العباد في الكوميونيتي قالوا راهو هذا جوست لا ياخذ في النوت بوكس نتاع عباد اخرين باهي كوبي كودي فيها لا يطلع في الفوتس تاع الفاسون ولا كاجل نوت بوك ماستر. يا اخي برسك الانسان قيمته في السوق طاحت ولا برسك ما عادش يحبوا يدخلوه ياخذ به.
avoid overused projects. لهنا مثلا في الماشين ليرنينج بيسك عندي فكره كبيره على الماشين ليرنينج بيزمون في شنو حاجات الصايره مثلا داتا تايتانيك داتا سيتس داتا سيت بروجكت وهاوس برايس بريدكشن هذوم ابدوا عليهم كومبليت وما تحطهمش في السي في راهي حاجه حشو ورسمي فما برشا عباد يحطوها ويبدوا فرحانين هي عملت الحاجه هذه but no it's overused في تونس وبرا حاجه ما تجيش اصلا زي تقول العباد تو اوكي ما عندي حتى شيء باش نحطه في السي في اذا نمشي نحط لي كونترول جي نتاعي لي كونترول دي مثلا نقول ماتير هذه it sounds really interesting مثلا في الويب خدمنا سيت ويب وخدمنا فيه الباك اند طيب خلينا مش نحط كونترول جي نتاعو نحطه هو بروجي نو ات دازنت ورك ذات واي لازمك تعمل بروجي انت وحدك اوكي اللي بعدها زاد قول اوكي تعلمت حاجات في كورسيرا عندهم assignments ما هما كورسيرا عندهم assignments بعد كل بارتي بعد كل ويك تعمل assignment بتاعها وتنجم فما عباد تحطها كبروجيكتس وتنجم تحطها في الجيت هاب بتاعها don't do that never do that وزاد فور الجماعة اللي تحب تكمل في الديفلوبمون رد بالكم لا تخدموا بالووردبريس وتحطوا وتسمي روحك ديفلوبر like اكثر حاجة يكرهها وريسك قيمتك تطيح غادي في الريكروتمون انك تخدم حاجة بالووردبريس so please don't do that اي واحد في الووردبريس is not a real developer وبريسك لا يتحشم في روحك اللي بعدها اوكي شنو الحاجات اللي نجم نعملها هذا كل اعطيناكم بعض الحاجات ما تعملوهاش تو شنو الحاجات اللي بالرسمي ذات ويل ميك يو ستاند اوت خاطر بحق في تونس سوق بيزموي حجم معناتها لي كاليتي نتاع لي سي في الاوراق اللي صحابي بيزموي حجم باش نعطيكم حاجات اللي بالرسمي تخليك ذات يو ستاند اوت ما قلت لكم قبل لازمكم تحطوا في السي في نتاعكم الجيت هاب باسكو انت تخدم في بيزموي في الانفو اللي تخدم في الانفو لازمك تحط اللينك جيت هاب نتاعك هكا بلزمو السي في الاصلاني راهو خاطر اوكي جماعه الاي اتش ار باش يشوفوا السي في من فوق لفوق يلوجوا على الليموكلي اللي هما حاجتهم بهم اما بعد في التكنيكال انترفيو الواحد تكنيك باش يدخلك باش يشوفك تخدم معاه ولا باش يشوف الكواليتي اوف كود نتاعك راهو ويركزوا عليها بالباهي على الاخر الجيت هاب سو لازم الجيت هاب نتاعك خليه مزيان هذا بار اكزامبل وصف بن احمد هيز ريلي تالنتد ويخدم بالباهي على الجيت هاب نتاعو كيف تشوفوا يبدا لازم تزينوا السي في نتاعك وهذا كل رهم سهلي مش صحاب حتى طرف كيف هول هنا فما وصف حط التكنولوجي used technology and tools used what he is interested in just حاجة هي تظهر سامبل أما بالرسم عندها قيمة على الأخر لك تظهر إنك تحبه دي ما تخدم فيه you're passionate about it ودي ما ليه تلوش على الحكايات اللي تخدم فيها كيف كان تحبه زد هنا عملوا copy paste لك بالرسم سهل على الأخر هذا قربت شدتني 15 دقيقة واني please mom ما لاشتمل حتى ما لقعت نقرا فيه وحدي حتى ما لقعت نقرا فيه من الاخر انا جبت مانيبيلي سم بيزك كود نجم تاخذها وي لي كاستيون بالنسبه للجيت هاب جوست انت عايش عارف كنت تحكي كانت تعاود تقول لنا شنو ما دو ودونت نتا باش الواحد يعمل الجيت هاب بي اذا كنت نجم توضح لنا في ريكاب باه دونت تاع جيت هاب انك تخليه فارغ انه يبدا يبدأ واضح معناتها ما تخليش كيما هكا ها سامحني دقيقة فماش حبيت تدخل بيه ما تخليش الجيت هاب بتاعك كيما هكا لك هذا يحشم المرة الوحيدة عمل فيها كونتربيوشن هي وقت اللي صنع الجيت هاب بتاعه وقت اللي عمل الريبو هذا هذه جوك راهي ريبو ماشي صنيع if you know you know اما حسيت هذا حاجة تحشم ما تعملهاش ما تحطش بروفايل بتاع الجيت هاب بتاعك في اللينك في السي في وانت الجيت هاب بتاعك فارغ لك يور شو اسمه تكنيكال انترفيور he won't be fascinated معناتها باش يقول ما هذا واحد كيفهم كيما الاخرين كل بار كونتر كي راه حاجه كيما هكا يراك مزيانه يقول تيان هذا عبد باشنت بالدومين وله يلوج وشاف حاجات النجم يحسن بها المنظر نتاعو هذا كيما النجم تقول لينكدين نتاع ديفلوبرز دربي كيسيون انا تو مستانس اللي نحطه في لينكدين في شو اسمه في الجيت هاب تلقاني نشوف بروجي على اليوتيوب نتبعو عبارة كوبي بيست معناها ونقرا معناها ونحطو على الجيت هاب ماشي هذه حاجة خايبة ولا بيه هيك حاجة خايبة شو كان انت نجمت جوجلها وتتوج عليها راهو ألف واحد قبلك نجم عمل الحكاية هيك والباك تعملها شنو نصحك تعمل في الحكاية هيك نتاع البروجي تتعلم انك تاخذ الكود هكا وتاخذ اللوجيك نتاعو وتبدل فيه مثلا تاخذ الديزاين هكا اللي هو موجود في السيت هذاك وتبدل فيه ولا تمشي تلوج على دي سوليسيون اخرين
مثلا في الويب جست تاخذ السي اس اس بارت هذاك وتبدل فيه. اتس هيوج بلس انك تبدل في الستايل نتاعك, في الستايل نتاع الكود هذاك. مثلا تاخذ الماتيريال يو اي هذا, ماتيريال يو اي تستعمله في الرياكت هذا, انك تستعمله كهو حاجه منه الناس كل تنجم تستعمله. بالكونتر كان انت تنجم تبدل فيه هيك, اتس هيوج بلس, هو حاجه تشوفها عبلي نجم مانيبيلي. شنو اخر به تشينج ذا ديزاين, ما تاخذش كود نتاع عباد اخرين كوبي بيستد من الجيت هاب, خاطر الناس الكل نعرفوا راه اي واحد نجم يجوجلي. مثلا كيما انت مثلا جوجليت تو دو اب, تو دو اب مثلا ان جانجو, اي دون نو, اي عبد داخل نجم يعملها, نجم تلقى الجيت هاب لينكس كيما انت لقيتها. سو دونت دو ذات. العباد في ريكروتمون عندهم اكثر سنين اكسبيريونس منك, تنجمش تذاك عليهم. صباحي وي. I want to share something مع الجماعة. فما حكيت على template نتاع الجيت هاب. اي سو طحت انا بال template generator هذه, كبعتها في الديسكشن. سو تنجموا تدخلوا لها وجست تعمروا وبعتلي تعملوا كوبي كولي وتحطوها في الجيت هاب, جست يصنع لكم التمبليت نتاعكم معناها. وفما ملوطة, فما الفريموركس, فما البروغرامين لانجويجز, جست يعني تعمل تشيك وكل شيء. هذه من بعد تاخذ 15 minutes, هذه تاخذ درج ماكسيموم. اشكرك سوار, thank you, that's really helpful. What else, let's move on. هذا first github, كيفاش لازمك تنظمو. باش شنو اخر, اي البروجكت اللي باش تخدم عليه. حتى كان خدمت على بروجكت واحد اللي هو باش تقدمه في الريكروتمون في الانترفيو نتاعك, حاول افهمه بالباهي بالباهي من الاول للاخر. حتى كان عملت تبع توتوريال وبدلت فيه شويه, حاول افهم البروجكت راه باش يسلو عليك, مش جست يسلو اوكي على شنو البروجي ويد عادي. نو باش يسلك على ديبارتي في الكود, يسلك مثلا نقول انت تخدم في الاي اي, باش يسلك على المتركه هذوكم, علاش استعملت المتركه هذوكم بالضبط, شنو معناها المتركه هذوكم, باش يدخل بالباهي, باش يفصل بالباهي. اوكي باهي. فما حاجه اخرى لازمكم تعرفوها, راهو لي سي في يفرقوا من يوروب واليو اس. مثلا نقول انت تحب في البي اف ام تاعك ولا في الانجينيرينغ انترشيب تاعك تابليكي للبرا, تفرق الحكايه من يوروب واليو اس. راهو مثلا حتى كان تعمل ريموت, حتى كان انت تخمم في ريموت, راهي تفرق. مش كيما تعمل سي في ديستيني لليوروب, مش كيما تعمل ديستيني لليو اس. فما حاجه اسمها الاي تي اس. الاي تي اس هي ابليكانت تراكينغ سيستم. هذا سيستم ما يستعملوه الشركات الكبار. مثلا انت كنت تحب تابليكي جوجل ولا فيسبوك ولا امازون, اي بي ام, اي حاجه يستعملوه. علاش؟ على خاطر عندهم كونتيتي مهول على الاخر تاع دي سي في. دونك هما يفلتريو لي سي في دوكم. كيفاش يفلتريوهم؟ يعطيو لكل سي في سكور. ياخذوا مثلا جوب بوست, انت يقول مثلا تحب تخدم, هما طالبين مثلا ويب ديفلوبر. ويب ديفلوبر هذا يحطوا لي مكلين معينين اللي هما حاجتهم بهم. بعد الاي تي اس هذا, اي تي اس سيستم, بشي رانكي كل سي في, يعطيه سكور حسب اللي عدد اللي موكلي الموجودين. سداخل برشا ما قدمته, قدمنا شوية ما ميساج طانتيو بريزنتيشن في الاخر. anyways اللي سي في متاع الناس الكل بشي يصيرهم سكورينج. فما حاجات لازم كنت عارفها على السيستم هذا, انه لازم ما تستعملش الميتود تاع لي كولون. معناتها wait, معناتها السي في متاعك ما يكونش كيما هك, ما يكونش مقسوم على دو باتي. لازم يكون في باج واحدة هكا طول 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 باش نجم يقوي في السكورينغ متاعك, خاطر السيستم هذا يوحل يدخل بعضه كي يرى حاجات تاع دي كولون. دونك السكورينغ متاعه باش تبدا اقل برشا. سوري خندخل عباد نضيعته. دقيقه اوكي باه. فما حاجه باش نوريكم, هذا السي في نتاع واحد من صحابي, لك اوبفيسلي بدلنا له الاسم. هذا واحد من صحابي تقبل في الاي بي ام, قدي في العمر, عمل 4 سنين باتشلر في المانيا, وابليكا بالسي في هذا نجم تقبل في اي بي ام. تو يعمل في الستاج نتاعو تاع البي اف في الاي بي ام. كان هو وصل لي بي ام بستاج هذا والتونسي, راه انتم زاد تنجموا توصلوا, ماهيش صعيبه ياسر. فما حاجات نحب نركز عليها في السيفيز.
oriented للsoftware engineering. فما حاجات نجم تعملها هي ياسر تعاون تكون محلها على الدخل لك. واحد في التكنيكال انترفيوز مش لاقي نحكي على الاتش ار. تفرق حكاية ليني قلت لكم شو حاجات عمل الاتش ار, نقول لكم في التكنيكال في البارتي تكنيك. معناتها كي واحد تكنيك يبدا عنده فكره على الدومين معين على شلون اللي ممكن يلوج عليها. هنا صارت مشكله معناتها تهلكوا شويه الحيط الزرق هذوما على خاطر بدلت فيه, هو كان بي دي اف بدلت فيه باش نجم تبدل الاسم. معناتها حولت من بي دي اف للدوك باش نجم تبدل الاسم. انيويز حاول مثلا كي باش تخدم حاول كي باش تعمل السي في نتاعك, وهو الاي تي اس تراكينج سيستم كيفاش يلوج على لي موكلي ولا دونك احنا نحاولوا نحطوا الماكسيموم دي موكلي باش نجم نطلع في السكور نتاعنا. كيفاش نعملوا هذه؟ فمثلا كي تبدا انت قاري في الباتشلر تحط نوتبل كورسز, تحط لي مو تكنيك فيها. مثلا هنا حط السبرينغ باش نجم سبرينغ بوت, باش نجم نقول راني قريت على سبرينغ بوت حتى كان هو ما خدمش على هذه البروجي. نجم تحط على الباتش حاجات باش يظهر لي انت عندك فكره يور نولجبل اباوت الدومين هذاك. اوكي وركينغ اكسبيرينس فما حاجات لازم تعرفوها تنشري معكم زاد دي فيديو. كي تحط الوركينغ اكسبيرينس هكاه ما تحطش خدمت في الشركه دي الفلان فلانيه وسي عادي نو لازم تحط حاجات كوانتيفايبل. معناتها تحط دي بورسنتاج قداش عاونت الكيب مثلا الموديل تاعك قداش جاب اكيرسي البروجي اللي عملته قداش عاون عباد فازت كيما كيك لازم تحطهم. ديجا هذوما لقيتهم في فيديو في اليوتيوب على جماعه من جوجل اللي تحكي على السي في كيفاش لازم تتعمل. اوكي باش يبدا عندك كونتيتي كبيره على الاخر تاع بروجيكت عملتها. راكم كل تخموا يا حبالي لما مش عامل حتى بروجيكت ما يسالش نجم حتى في الليله تخرج منه راهو لا ترقدوش تنجم تكمل بروجيكت. الكود يكون مش واهي برشا ما تنجم تحسنه بالوقت تتعلموا من الاغلاط نتاعكم. انيويز يبدا عندك كونتيتي كبيره تاع دي بروجي تولي تفلتري تولي تشوف الشركه هيك شنو طالبه بالضبط, وبعد في معناتها تشوف الجوب ديسكريبشن تشوف شنو هما طالبين, وبعد تحط البروجي اللي هما اورينتد للحاجه هذيك. اوكي معناتها قول هما طالبين حاجات في الكمبيوتر فيجن حاجه افانسي في الكمبيوتر فيجن. تحط راني اني خدم على حاجات سافا بيزمون سافا باهين في الكمبيوتر فيجن دونك نجم تعمل عليه باش راني نتقبل في الشركه هيك باش نخدم معاك. بي تكنيكال كومبيتنسز تنجم تحط تقسمهم programming و experience with. بيه just note some stuff انو كيفاش جيش قولكم اي intermediate هذي هو عملها هكا. بيه ينجم يقولك راه في programming مثلا كتحطو انت advanced في الجافا والبايثون ينجم يعطيك اللي question technique بعد كتنحكيو عليها في البارتي التكنيك ينجم يعطيك واحدة من اللي language اللي حطيتها باش تخدم عليها. so ورد بالك من اللونجاج اللي تحطها من الحاجات اللي انت حطيت لي انك تعرفها. معناتها اي حاجه حطيتها راهو عنده حق يزلك عليها. سو كيب ذات ان مايند. في لانجويجز فما حاجه رد بالكم اللي تعملوها في لانجويجز العاديين نحكيه ولا في لانجويج تاع بروجرامينغ رد بالكم لا تحطوا بالبورسنتاج راهي حاجه تحشم. فما حتى واحد لا فاهم مثلا بايثون 80% بايثون راهي لونجاج كل عام جي فيرسيون جديده وتتبدل. ما تنجمش تقول انت راك مسكرها بايثون ولا مسكرها انجلي ما تنجمش ما تحطهاش حاجه كيما هذيك like it makes their eyes roll. معناتها تقول اه هذا واحد منهم. so رد بكم من الحكايه هذيك كان في العربي العربي يوزف راي برسمي لك اوكي عربي لازم تحط حاجات في السي في that makes you stand out مش واحد من القطيع. اوكي الناس الكل راهو نعرف العربي فرنسي وانجلي على الاقل باهي كان انت باهي في الانجلي حط very known certificate اللي ظاهر انت باهي في الانجلي يوزمو باهي. في leadership and awards هذه البارتي لسول بيوت متاحة انها تظهر انك تعرف تخدم مع بيت وتعرف تتعامل مع بيت خاطر في الكيب راه ما حاجتهمش واحد كاسح تكنيك مو اما ما يعنيش يحكي مع بيت هكا برسمي ما عنده ان يوصل في حياته. لازم عبد يعرف يخدم مع اكيب على خاطر لك في الانترشيب بتاعك ولا في الشركة بعد كيف تخدم لك تخدم مع اكيب كاملة. سو لازم على الاقل بيزو مو تعرف كيف تحكي معهم. اوكي وين وصلت؟ سو هذا اللي تيب دي سي في اللي ابارمون تقبل. سو افهموا حاولوا افهموا الحاجات اللي تقبلت من الحاجات المهمه فيه واعملوا كيفها مش كوبي كولي بازره في مجموعه منكم عامكم عامل سكرين شوت ما تعملوش جوست كوبي كولي جوست افهموا البرنسيب وحاولوا ابليكيو كيما في الكود افهموا البرنسيب نتاعو وبعد اعملوه حسبكم انتم. باهي واتس
هذا السي في الابلكيشن شنو متفاهم السبخي تو انت ما عندكش وركينج اكسبيرينس شنو هي معناها مش باش تحط خلايا فارغه ما تحطش جمله معناها شنو معناها وركينج اكسبيرينس وركينج اكسبيرينس جست باش تظهر بها لي برودوي اللي انت خدمتهم نجم تظهر لي برودوي اللي انت خدمتهم باللي بروجيكتس معناتها كان ما عندكش working experience اعمل projects ما تعملش كوبي projects copy paste حاول اخدم project وحدي مثلا اني وقتها اول مره باش نابليكي الانترنشيب ما كان عندي حد شيء ما معناتها كل عاده كيما الانترنت الكل ما كان عندي حد شيء باش نخدم قلت اوكي شنو لازمني نعمل لازمني نعمل برودوي هو ماهوش كوبي بيست يظهر ماهوش كوبي بيست شنو حاجات صعيبه على الاخر باش انك تلقاهم في الانترنت حاجات موجودين على سيت التوانسه اني خاطر اورينتي مثلا الماشين ليرنينغ قلت اوكي ليت مي سكريب داتا موجوده تاع سيت تونسي ونعمل اند تو اند بروجكت اند تو اند بروجكت معناتها تبدا من صفر انت داتا سكريبينغ معناتها تاخذ الدنيا وحدك تجمعها تعمل داتا كليننج داتا اناليسيس وتكمل اللي بعده من موديل بيلدينغ هيك العبد بعد كيف يشوفه باش يقول اوكي هذا ماهوش لي كوبي بيست في الكود تاع بعض اخرين هي نوز وات هي از دوينغ هذا بروفيزر كان اوريجينال ليتس جو وذ ثرو ذا بروسيس وذ هيم شفت على سؤالكم؟ أي مريض أسكولي نحكي في ساعة ولا تحبوا صفر كان بالسياسة؟ صفر أصدق شوية صفر نعم حب واحد مثلا ممبر في كلوب تتسمى work experience بيرو ولا حاجة نوب صفر مش نوب تتسمىش work أوكي جاوب لي ده نوب أو فيت هيك تحطها في التختيم تاعك باش تحكي على ال على شو اسمه تختيم تاع الفي اسوسياتيف وركينج اكسبيرينس فور اكزامبل مثلا انت في الصيف نتاع كل قرايه مثلا تخدم في فاز باهي قدر فيكو اللي احنا ديزو تيجون مثلا واحد يخدم عشان يخدم في بواد دو كوم ولا يخدم في اي ستركتور الحكايه هيكيه ما تتحطش في نيمبورت كيل ابليكيشن par exemple انا باش نابليكي باش نعمل بروجي في سنتر دو ريشيرش جو بريفير انه في الوركينغ اكسبيرينس في البارتي هكيا نحط لي بروجي اللي انا خادمهم يعني باش نتبعوا الشيما اللي حكى عليه محمد باغ كونتر انا كي باش نابليكي par exemple في ان جي ولا باش نابليكي مثلا في اوبورتونيتي برا دو بريفيرونس نحط هيك الوركينغ اكسبيرينس معناتها نحط الخدمه اللي انا خدمتهم كل كسوا معناتها بالنسبه للايجنت تاعنا راهم دو فالور على الاخر يعطيو امبريسيون كيما قلت لكم اللي العبد هيك راهو سي اون بيرسون اوتونوم سينون بور ستاج ولا بور لو مومون دو بريفيرونس نحطو جوست لي بروجي او بال مازي محمد كمان اوكي باهي لحظه سامحني عايشك وي اللي يبروبول لي كلوب مثلا سيبوزي انت 3ام اني وترجع ليكسبيريونس نتاع بروميير اني ولا حاجه تحط ممبر اللي انت كنت ممبر في 3 عام بريمير اسكو عادي ولا نحاها سي بون هو لا لا يحكي على لي كلوب هو هون هي هون بالنسبه لي كلوب بعد هيك هي تولي تقسمها سويفون بريوريتي نتاعها بي فور اكزامبل انا يا سيدك خدمت في كنت ممبر في ان كلوب التكنيك غليه بالخدمه اللي انا باش نابليكي فيها ولا بالستاج اللي انا نابليكي فيها وكنت بيرو في كلوب اخر وكنت بيرو في كلوب اخر ما عنده حتى علاقه اون سيبوز اللي انا ما عنديش سباس عندي سباس لحاجتين كهو نحط السباس نتاع واحد من الكلوب اللي كنت فيهم بيرو ولكن نحط زاده الكلوب اللي كنت فيه ممبر اللي هو عنده ريلاسيون بالخدمه اللي انا خدمتها فهمت يعني دو معناتها خدمها لوجيكمون سويفون لابليكيشن اللي انت باش تخدمها سينو فما بار اكزومبل عبيت تلقى اكتيف ملي كانت عمرها 14 عام يعني كان باش اصلا البارتي نتاع الفي اسوسياتيف نتاعها يحب لها 4 صفحات هيك هي زايد دو بريفيرونس نحطوا الحاجات اللي انت فريمون تحسهم كومباتيبل وينجموا يعجبوا السوسيتي كما قلت لكم تو ديبون للسوسيتي اللي انا ماشي لها لازمني نعمل ريشيرش على البلاصه اللي انا ماشي لها قبل ما نبدا نخدم سي في وقبل ما نبدا اصلا نحضر للابليكيشن جيسبر اللي انا جاوبتك على الكيستيون وي بيان سور عايشك دلل حاجه اخرى بالله اللي نحب نزيدها اللي يا جماعه ما لازمكمش تفوتوا باج
باللي عندكم بروجيات باللي عندكم خدمة خدمتوها حطوها على لينكدين حطوها على الجيت هاب، أما في السي في ما تحطوا كان حاجات السيبلي للبوست هذاك ما متفوتوش باج راكم دي ستوديون ماكمش دي دكتوران باش توصلوا تعملوا دو باج سي في. اكزاكتومون اهم بوان سوار ميرسي ماذا بينا باج باج كهو هاي ديجا ديجا ماي فريند هندلت عليها هذيك كيفاش عملت دو باج، ما هي كانت صعيبه شويه باش نحط الكونتوني هذا كل في دو باج. فكنت تنجم تعملوا ميثود هكا مثلا كان تعرفوا الشركه ماهيش كبيره ياسر وكان عرفتوا انهم ما يستعملوش الميثود نتاع الاي تي اس تنجم تعملوا هكا في باج واحده وعادي تنجموا تصغروا التكست البرشا على خاطر هما اكثر يمشي حلهم على البي سي دونك ينجموا يزوميو. هذه حاجه تو كيب ان مايند. وإذا كما قلت سوار الحاجات الاخرين تحطهم في لينكدين ولا في الجيت هاب وتحط الحاجات المهمه جوست في السي في. اي هذا كان ضمنت اللي هو باش يشوف الحاجات الاخرين خاطر ملام يشوفهم في نمبر دي سكوند معناتها مش يقعد يشوف لك باتش في السي في نتاعك راك واحد من ألف. اكزاكتلي اوكي باه وين وصلنا؟ اوكي حكينا على الجيت هاب حكينا على تكرر حاجات تغييرك نقولوا لي احنا شفنا الابليكيشن حضرنا السي في نتاعنا توا باش نتعداو للبروسيس نتاع اللي بتاو باش نتعداو للبارتي نتاع الانترفيو. في الانترفيو عندنا دو تيب نتاع انترفيو نتعداو بيهم جينيرالمون اللي هو الانترفيو مع الارهاش والانترفيو تكنيك. كما قلت لكم هذيا راهو ماهمش قاعدين يمشيو به برشا بليزيور انتربريز توانسه فما اللي يدخل يفلح ديريكت في التكنيكال انترفيو باغ كونتخ لي زونتربريز ولا لي ستارت اب جدد يمشيو برشا قاعدين يؤمنوا برشا بالكالتور نتاع انه لازم الكانديدا يتعدى على ارهاش علاش خاطر يخدموا بالاستراتيجي نتاع البروفايلينغ. اش معناها يعني قاعدين يلوجوا على بروفيل معين البروفيل هكايا صحيح فما بارتي تكنيك باش تعاونهم باش يجمو يختاروا لكن زاده فما بارتي بيرسونيل خاطر كيما قلت لكم اللي قاعد يولي توندونس انه ندخل سوسيتي انا ولا ستارت اب نلقاهم يخدموا مع بعضهم نلقاهم اصحاب فماش بونتاج تلقى لانفيرونمون كول اتسيتيرا يقول قايل كي انا باش نجيب عبد ما يتوافقش مع الجو هكايا باش يفرقع لي ليكيب اوتوماتيكمون يعني ليكيب اصلا ما عادش فما ايكيب ولا باش نجيب عبد فار اكزومبل في وسط ستركتور تؤمن برشا بالترافاي اون ايكيب كل شيء يخدموا مع بعضهم هو من نوعيه العباد اللي يحب يخدم وحده ما تركبش ولا باش نجيب عبد فار اكزومبل مثلا ليكيب مخلطه يعني فيها 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 دي كاتيجوري ايديولوجيك مخلطه نجيب عبد انا ايديولوجيك مسكر يعني ما يفهمش يا زيرو يا ان ما تركبش دونك هيك علاش لا دو بلوس اون بلو ولينا ياسر نريسبكتيو البروسيس نتاع انه نخدمو انترفيو مع الارهاج وكان الارهاج فاليد البروفيل هكايا نتعداو للبارتي نتاع التكنيك. جيو هوني للبارتي نتاع شو اسمه لونتروتيان ارهاج. كيما قلت لكم الاستراتيجي اللي قاعدين نمشيو بها سي بروفايلينغ انتوما كان نهار اخر مثلا باش تعملوا انترتيان في ONG ولا تحبوا تخرجوا مع ONG وتسترى راهو باز باش تطيحوا في البيج هذية متاع لي انتوما باش تتحطوا في ستياسيون متاع قاعد يصير لكم بروفايلينغ هذية انه انا نجي ديفيني لك بروفيل بحبش افهمكم اكثر الحكاية في الدنيا هذية كل حد فينا دفعوا على الاخر هذية متفقين فيها الناس الكل بهي احنا بالنسبه للسوسيتي ولا بالنسبه للمارشي دومبلوا اون اي دي بروجي اش معناها دي بروجي يعني كل حد منا راهو عنده حاجات تميزو على الاخر كل حد منا يونيك وكل حد منا عنده كيما نقولوا احنا شيب كي ديفيرون على الاخر انا اون طونك ستركتور قاعده نلوج على شيب معين دونك من غير ما نقعد انا نفرز ونجربهم الكل جست سيليكسيوني انا شنو الشيب واللي بوان اللي انا حاجتي بهم بالضبط وباترافير لونتروتيان هذايا نجم نطلع انا شكون حاجتي وشكون ما حاجتيش. فما بليزيور ميثود يستعملوهم بوغ ديفينير البروفيل نتاع العبد كيما الميثود ديسك اللي هي تخرج لنا البروفيل بروفيسيونيل نتاع العبد اسكو لي دومينون اسكو لي
ستابل ولا انفليون ولا كونفورم تخرج لنا لي تيب دانتيليجونس نتاعو خاطرها تحكم برشا وتخرج لنا لي بوين دو موتيفاسيون نتاعو شنو هي الحاجه اللي تموتيفي باش يخدم والا باش مم حتى باش يعيش مازال دوتر بليزور ميثود كيما فاكوغ وكيما لي تيب دو بيرسوناليتي ايتترا جست عطيتنا 3 بوين اسونسييل كان حد منكم انتريسي نجمو نعاودو انفوسيشن على لي بوين هذوما اول حاجه كيفاش تنجم تعرف انت راك قاعد في بروسيس تاع بروفايلينغ لا جينيرالمون لي بروسيس تاع parmi les process تاع بروفايلينغ انك اول انترتيان تتعدى به سي تان انترتيان اون جروب بي الانترتيان الفينومين تاع الانترتيان اون جروب هذايا قاعدين يمشيو به في بليزيور غروند انتربريز البر كيما جوجل بار اكزومبل قاعده تمشي بالبروسيس تاع انها كي تعمل انترتيان تعمل انترتيان اون جروب بي من قبل الكورونا هذا نحكيكم توا تبدلت شويه الحكايه يعني انه لي كونديدا الكل يجيبوه بحطوهم فرد سال وفما دي تيب دي كيستيون يتسالوا فما دي تيب د انتراكسيون لازم يتخلقوا ما بين الكونديدا باش انا نجم نعرف البروفيل نتاعك بالحق خاطر كيما قلت لكم لوبجيكتيف نتاع لونتروتيان هذايا اني نعرف العبد هيك اسكو الي كابابل باش ينجم يعيش في وسط ليكيب نتاعي ولا لا انا بيرسونيلمون الحكايه هذه عجبتني برشا علاش خاطر فما فالوريزاسيون كبيره لليكيب فما اسبري ديكيب واضح راك انت هوني باش تخدم مع جروب ماكش باش تخدم وحدك باغ كونتر هذا لا يمنع انه فما نوعيه نتاع بيت ما تحبش الستيل هذايا هذا ما يمنعش راهو فما حتى مشكله كما قلت لكم فماش به وخايب فما كل حد بروفيلو دونك العباد هكوما ماذا بينا نفيزيو لي زونتربريز مش كلاسيك اما لي زونتربريز بلو سيتادير اللي كادر كلاسيك مش كلاسيك ما نحبش كلمه كلاسيك يعني كادر عادي فهمت بتاع فما كل حد بيروه بوينتاج نخدم وحدي هكا عندنا ابديت برا في الجمعه عشان كل حد يحكي شي خدم مش ما خدمش ايتترا انا بالنسبه للعباد اللي تحب تخدم في وسط انفيرونمون اجيل وكلنا شيرينغ سكيرينغ ايتترا دونك لي بوين هذوما يهمكم برشا به قبل ما نمشي دونك ريتو الحكايه خلينا نعمل ريزومي صغيره جوست قبل ما نتعدى البارتي تكنيك ريتو الحكايه مربوطه ببعضها اني ديفيني البروفيل نتاع لونتربريز يخليني نعرف اسكو هيكية تمشي مع بروفيلي ولا لا لكن الباز نتاع هذيا الكل انا لازمني نعرف بروفيلي لازمني نعرف انا وين في الديسك انا وين في لي تيب دانتيليجونس انا وين في لي موتيفاسيون انا بروفيلي شنو هو بالضبط فما دي تيست يتعملوا دونك يجمع يعاونوكم باش تعرفوا البروفيل نتاعكم على قد ما تعرف البروفيل نتاعكم على قد ما الكونفيونس نتاعكم تطلع على قد ما البرودكتيفيتي نتاعكم تطلع على قد ما تزيدوا تفهموا رواحكم بالباهي فما برشا عباد ضيعت برشا وقت من حياتها تخدم في خدم ماهيش كومباتيبل مع البروفيل نتاعها وتخدم في بلايص ماهيش كومباتيبل مع البروفيل نتاعها بعد كي تسالها تقول لك والله يفيدت والله يكره روحي استنى وقتاش باش نروح راهو لا سامحني المشكله ما هيش منك انت اون بيرسون راهي المشكله ما هيش من الانفيرونمون نتاعك المشكله منك انت خاطرك ما عرفتش تعرف بروفيلك به كان انا نجم تعرف بروفيلي مره جايه في الريشيرش بتاع الجوب ابليكيشن ولا بتاع الاستاج نجم نعرف بالرسمي سيليكسيوني انا اسكو هادي تمشي معايا ولا لا تجم تكون راهي ستركتور اللي تري ريكونيو وتخلص برشا والخدمه نتاعها طير انا يا سبحان الله ما تمشيش مع البروفيل نتاعي انا هكاك نولي نربح وقت ما كسر كرامي ونمشي نابليكي فيها نابليكي في الحاجات اللي انا حاجتي بهم به كملنا الانترفيو نتاع مع الارهاش والارهاش بلد وقال سيلوا هذا هو البروفيل اللي احنا نلوج عليهم باش نتعداو للبارتي نتاع الفلتر الثاني اللي هي التكنيكال قبل ما تعديو للتكنيكال جست فما رمارك مهمة برشا اللي يلفو بريباري ميم حتى كان انت تظهرك تقول لا خل نرتجل وخل نحكي سبونتاني نو يلفو بريباري لازمك تعرف انت شنو لازمك توري للريكريتور خاطر راهو لي ريكريتور سو سون دي اكسبير يعني انت حتى كي باش سوى ديزون حتى كي باش توري حاجه انت ما عينكش باش توري ما لازمش تتورى الحاجه هيكيا راهو سي ديجا يفيقوا بها دونك دو بريفيرونس انت تعرف لازمك تعرف شنو تقول لازمك تعرف شنو ما تقولش خاطر لي ريكروتور جينيرالمون يحبوا العبد اللي يعرف يبراندي روحه وانت في الاخر راك كيما قلت لكم راهو احنا دي بروجي واحنا
at least the brand. دونك لازمنا نعرفوا كيفاش نماركتيو رواحنا به. اوكي ثانك يو ليديا. فما حاجه تحب نفسرها لكم؟ مثلا الانترفيوز يفرقوا ما بين behavioral technical وينجم يكون من بعضهم راهم زاده. معناتها ينجم مثلا كانت تكون ستارت اب صغيره ينجم اللي مش عمل لك انترفيو تكنيك هو نفسه باش يعمل لك behavioral interview. معناتها حاب يشوف كيفاش تخدم ونفس الوقت حاب يشوف التكنيك بتاعك. في الكا هذا ولا حتى في الكا اخرين نعطيكم كاخر زاده باش نقول لكم حتى كان تحضروا وتنجموا تحصلوا فيها زاده. اول كاستيون اللي في العاده ينجم يسلوك عليه في الانترفيوز هو introduce yourself. اما مش 100% يجي ماهوش سيرتا ينجم مثلا يقول لك اوكي علاش تحب تابليكي للشركه هذه بالذات. في الكا هذا محبكم مش تسترسي وكما استرسيتني قبل برسمي عملت برشا غلطات في الانترفيوز حبكم مش زادة تحصلوا فيهم. هذا من الغلط خاطر كان انت عامل شوما في مخك باش تخدم بيه باش نجم تحكي على روحك وبعد تدخل بيه خاطر تنساش لك لازمك الدوميني لازمك الدوميني الانترفيو باش نجم تعرف نجم تحكي على الحاجات. معناتها تقول راني اني بلا 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 خدمت في حكايه هذه وتعلمت في الوقت هيك لوتيل هذه. معناتها فما ميثود باش تزلق بهم لي زانفورماسيون. كان هو كسر لك الشمع هذا ما تدخلش بعضك وحاول امبروفيزي شويه اما في نفس الوقت خلي البولت بوينتس في مخك وحاول احكيهم. استبخي جست باش نزيد حكايه هوني ابروبو كان في صوره ما جاك البارتين تاع انتروديوس يور سيلف حاول انك ما تبداش تعرف روحك اسمك ولقبك والحاجات اللي موجودين في السي في على خاطر اون فوا انت معناتها صارت لك سيليكسيون باش تعدي اونتروتيان راه السي في نتاعك يقراوه بالباهي بالباهي فهمت. اون فوا انت سي بون سيليكسيونيت بارمي بار اكزومبل لي 20 بيرسون راهو لي ريكروتور اللي باش يعدي لك الاونتروتيان راهو يقراه السي في نتاعك يعني يعرف ش عندك ش ما عندكش باش يعرف هو شنو يسالك. دونك انت دو بريفيرونس كيما قال محمد كي باش تجاوب على الكيستيون هيك هي تحكي على لي زانفورماسيون بار اكزومبل اللي انت ما جبتهمش ولا جبتهم وتحب تعطيهم فالور على علاش خاطر باش يزيدوا يحس باش يزيدوا يقويوا من لي شانس نتاعك. حاجه اخرى اللبسه والقاعده راهي عندها تاثير برشا. بار اكزومبل انت تو ديبو كان حطوك فوق كان حطوك معناتها قدامك طاوله ولا كان حطوك معناتها على كرسي سيباري دو بريفيرونس ديما تقعد ظهرك مطلوق ودو بريفيرونس كان حطوك على الطاوله ديما يديك فوق الطاوله على خاطر وحاول انك ما تمسش مثلا شعرك ما تمسش وجهك ما تمسش كتافك ما تمسش رقبتك باش تيفيتي اي فوالا حاول انك ما تقعدش اجيتي علاش خاطر سي ديجا انت باش تعطي امبريسيون انت ستريسي كي كراو ريكروتور يجم يتكي كوري ريكروتور ماهمش معناتها ماهمش عباد جونتي راهو الاوبجيكتيف نتاعهم انه هو يتكيك ويحطك في سيتياسيون تاع بريسيون وستريس باش يجم باش يجم يراك اسكو انت تريزيستي ولا لا. علاش يقول القائل على خاطرنا نرجعوا لي احنا ديجا جونيور دونك ديجا خدمت جايبيننا باش نجمو نخدمو تحت ستريس وبريسيون. حاجه اخرى بانيسيسيرمون ملي كنتي تلبس شوميز كنتكش مستانس في حياتك اليوميه تلبس شوميز مش لازم تلبسها راهو الشوميز نهار لونتروتيان البس الحاجه اللي تعطيك كونفيونس اللي حاجه بالحق ديما يغلطوا فيها في الصيف معناتها كي كنت نعدي لي زونتروتيان لي شيرشور دومبلوي مثلا عبيد مش مستانس تلبس شوميز تلقاها ماهيش اليس فيها ماهيش هي فهمت. The only secret باش انك تنجح في انترفيو is to be yourself برشا اما وحتى كان يضحكوا لك والحكايه راهم مش معناتها تنجم الانترفيو تحسبوا تعدى تحفون على الاخر حتى كان يبداو محلاهم معاك تحسهم معقدين وكل نحيوا لك ستريس قول سافا عديتوا الانترفيو بالباهي اما لا نجم الداخل هو كان يقرا فيك ونجم بعد يطردك معناتها ما يقدكش في الاخر. So yeah. Don't be always happy كل من الانترفيو ما تنجمش تعرف اسكو الانترفيو عملته بالباهي الخايب. اوكي فور اونلاين انترفيوز مثلا قول انت تحب تعمل ستاج برا باش تابليكي ملوش يكون اونلاين اسك بيبل باش يعملوا لك اونلاين موك اب انترفيوز مع اصحابك برسمي ياسر تعاون الحكايه خاطر لازمك لونشينمون تعاودوا برشا مرات باش تتذكر الحكايه خاطر ريبيتيشن هي باش تخليك انه بعد الحاجه تو تخمم فيها. سو قول اصحابك يعملوا لك موك اب انترفيوز وبرسمي اصحابك ماهوش باش يقولوا لا حتى طرف العكس انا وقت سالت اصحابي اسكو نجم موك اب انترفيوز معاهم عملت قرابات 3 سيشنز مع كل واحد and they were really helpful. Also for جسمكم راهو شباب راهو ما فماش حاجه اسمها امبروفيزاسيون دونك برسمي كي نقول لكم راهو حاول حط روحك في السيتوياسيون هذيك حضر روحك كيفاش باش تتكلم يعني ويمينك حاول حط روحك في السيتوياسيون اعرف شنو باش اقرا حسابك شنو اللي باش تقول. Thank you.
ثانك يو حفظ. اوكي، وكان انت باش تعمل انترفيو بتاعك باللونجري، كان كتب لك الفرنسا ولا امريكا ولا اي بلاصه في العالم اكثر باش تكون باللونجري. حاول امشي لوميجل، اللي لقيت هي هذه ياسر تعاون على الاخر انك تمشي تحكي مع بيت في الاوميجل. حتى قبل ساعة من الانترفيو كيكا حاول براتيكي، حاول خلي فمك يستانس باللونجري باش بعد تلقى روحك تطول به. شو ما الثري لينكس هذا مترفعهم قدامك، الاولى هي متاع اجو اكسبورت، باش بارتيجي الكروم تاعي. اللي يعرفوا اجو اكسبورت برسمي باش تشيختو على الاخر، واللي ما يعرفوش باش نعرفكم عليه تو. اجو اكسبورت هذا عبد كان عبد كان يخدم في السبور اي جس، وبعد حاب يشوف كيفاش يخدم في الدومين تاع الاي تي. سو بدا وحده من الاول، بدا وحده وبعد بدا وحده وتقبل في جوجل من حد شيء، ولا يوصل ولا وصل يخدم في جوجل. عمل شركه اسمها الجو اكسبرت، تراني لعبات على زوز حاجات، بيهيفيرال انترفيوز وعلى الكودينج انترفيوز. الكونتنت نتاعو رسمي صعيب على الاخر تلقاه، وغالي على الاخر. كان تمشي الجو اكسبرت تشوفوا الكونتنت تاعو تلقاه غالي على الاخر. بالطبيعه هو فما حاجات اخرين زايدين، كيما انه فما عبيت هي تبدا ترانيك على الموك اب انترفيوز، فما عبيت تستيك يبدا فما بلاتفورم كامله تخدم عليها، فما برشا حاجات. اما على الاقل فما عبيت فما برسك ديما لوج، لقيت ان الكونتنت نتاعو في سيت من سيتات فور فري، فور فري معناتها ليكت. يس الكونتنت هذا از ليكت. على الاقل اما يعاونكم على الاخر برسم يسر تايم، مثلا بيهيفيرال انترفيو تيبس هذوما يسر تايرين. وصعيب كان تلقى كاليتي كيما هكا بتاع كونتيتي بلاش في الانترنت. هذا اللينك الاولى تنشري معكم. اللينك الثاني هو behavioral interview questions. الحقيقة هي في العادة كيبدأ فما برشا عباد شعديو الانترفيوز، حسب ما لاحظت ما تاخذش 15 دقيقة كان طارت. سو ما يقاش الوقت يسلوك الكاستيون هذوما كل، اما كان سألوك هوا من هنا موجودين نجم تعرف بليز موا كيفاش الحاجات اللي حاول يسمعوا حاجات ما يحبوش. اما ديما لازم تكون سبيسيفيك ليك انت، معناتها الريبونس نتاعك لازم تكون سبيسياليزي ليك انت، بلاش ما تاخذوش حاجه كوبي كلي. حتى في الكلام راهم يعرفوا كان حاجه كوبي كلي. اوكي واتلز باش تنجم تعرف اسكو الريزومي نتاعك يصلح ولا، لازم تشوف الريزومي نتاع غيرك. وفما عبيد تعمل الحاجه هذه، اي حاجه تخمم فيها ديما موجوده في الانترنت. حتى في مخك هذه في جوجل ولا معناتها في كود ولا في حتى في حياتك، كان انت خممت فيها الحكايه، كان انت وحلت فيها، راه فما عبيد اخرين يحلوا فيها به. فما كان جي هذا الجماعة نقول مثلا اورينتي للداتا ساينس والاي اي والجو هيك، هذا يعمل ياخذ الريزومي يستعبد ويعمل ريفيو نتاعها. وبيسكو هو يخدم في الشركه ويعمل انترفيوز لبرشا عباد، دونك عنده بليز اوموا فكره على شنو لازمك تعمل شنو لازمك ما تعملش. يبدا ياخذ سي فيز تاع عباد، يبدا يحكي عليهم هكا قدامه، ويبدا يعطي في الاغلاط اللي يقول لهم كيفاش تحسنوا وكل. دونك انت يو كيب ان مايند الحاجات هذوما اللي هو يعمل فيهم، تحاول تطبقهم عليك انت. ليد ذا انترفيو قلت لكم عليها، حتى كان حاجه تحب تحكي عليها وتعرفوا هم مش يقولها لك، حاول انت تزلقها بانشن مو معين، معناتها حاول احكيها في كل حكايه، حاجه تجيب حكايه حاجه تجيب حكايه. ب تكنيكال انترفيوز شنو حاجه تشسلوك عليها، مثلا قول انت سي عدلت الانترتيان تاع البيهيفيرال، حابوا يشوفوك اسكو انت نجم تخدم في الشركه نتاعهم ولا اسكو معناتها يو ماتش الاسبري نتاع الشركه نتاعهم حسب الاسبري نتاعهم، معناتها مثلا ار يو كول كيما الشركه دي، اسكو انت نجم تخدم في كيب ولا. تو بعد ما تعديت الفازه ذيك باش ندخلوا للتكنيكال انترفيو. باي ذا واي كتب على ديمو تكنيك في البيهيفيرال انترفيو في جوجل، مثلا كانت البارتيم تاع جوجل في عاديهم في الاتش ار اللي عندهم حاجه اسمها جوجلينس، لازم تكون عندك الجوجلينس لك حاجه سبيسيال لهم هما. هذه كنت عاملكم ناس كيفاش تعاملكم كنت عاملكم ولا من مرات. anyways في التكنيكال انترفيوز شو حاجه تشسلو عليها من الاول، كان انت ما عندكش بروجي لازمك فما بروجي حاسين لازمك هو انت باش تقدمه، هما باش يسلوك عليه اكثر واحد، هذه حسب الحظ. باش يسلوك على البروجي خدمت عليها، شنو هما التكنولوجي استعملتها، علاش استعملت التكنولوجي هذيك معينه، علاش استعملت لي ميثود هذوما، شنو هما مثلا البارتي في الكود نجم يسلك عليها، يسلك الكود بالتفصيل معناها ب. وبعد يسلك على الكونسيبت، مثلا انت قلت تخدم في الارنوف نعطيك ب كاكسبشن، مثلا انت تخدم في الرياكت، يمكن فما جماعه تخدم في الويب، انت تخدم في الرياكت يقول لك الهوكس علاش استعملتهم وكيفاش تستعملهم وشنو الفرق بين الهوكس قبل والهوكس تو، يسلك حد كاستون تكنيك. المهم دونك لازم تكون عارف البروجي بالرسمي،
مش كوبي بيست من الانترنت، مش فيديو يوتيوب تفرجت عليه عمل قاعد تتبع فيه كتوتول. نو no. اي حاجه تحاول تكتبها في الكود حاول جوجلها في الانترنت، حتى كي تشوف في ارتيكل في ميديوم تبي تقلي تكتب في الكود هذاك تلقى حاجه ما تفهمهاش تطول جوجلها، خاطر راه مو ينجم يسوق عليها بعض. لا ينزل بابا في الكلام. I think I'm going fast. No. Yes. Okay. Thank you. اسمعني. ليال كلية كمان اللي استعملته موجودين في البرزنتاسيون. أي. طبعاً بعد. من الحاجات زادة لازمكم تحطها في مخاكم إنه لازمك تكون عندك some knowledge about the position اللي أنت بتمشي لها. صحيح أنت بتعمل استاج ذاك في حاجة بتعمل استاج مثلاً في ال data engineering. ما عندكش فكرة عن data engineering. أما أنت تحب تعلم. وهم في بالهم بحكي هذه راهو. خاطر انت ماشي باش تعمل ستاج ماكش تعمل انترشيب ماكش تعمل جوب، كان جيت تعمل جوب دونك لازم تبدا عندك فكره على الحكايه هيك. اما كي تبدا عندك باش تعمل انترشيب سافا مش لازم بافر سيمونك تكون تعرفها بالبي الحكايه هيك، دونك جوست تبدا عندك سم نولج على الدومين هذاك. به معناتها جوست باش تظهر لانك انت برسمي انتريسي، مش لهيت سبامي في العباد بالايميلز وتشوف انا واحد تخطف ها جيت واحده في الاي اي ملك لاني نحب نعمل اي اي. نو ابدا على الاقل عندك دومين نولج صغيره الحكايه هيك وتقول مراني نحب نخدم نحب نتعلم اكثر الحكايه هيك. به زاد رد بكم نجموا زاد يبداوا فما شركات يحبوا يفهموا شويه. دقيقه سوري I need to check something. فما دي معناتها شركات تطلبوا منك اللي انت لازم يكون عندك نيفو افونسي في الحكايه هيك مش حتى تفهموا شويه فهمت. باغ كونط فما معناتها هوني انا اللي نقوله انه الانترفيو اللي تعملوا على الاول سيفون ولا مش لازم حتى كان تعمل ديريكتومون تكنيك بروفيلك هو اللي يجيب. يعني كانك انت بالرسمي بينك وبيروحك موتيفي وتحب تخدمها الحكايه هيك راك باش تكون مقنعه باش تقبل حتى كان انت ما عندك حتى كونيسونس فهمت. خاطر في الاخر كما قلت لكم التكنيكال سكيلز تتعلمهم، اما اسكو انت حاضر باش تتعلم والا لا، اسكو انت عندك اللوجيك باش انك تعرف كيف تتعلم وتشيرشي وتعرف كيفاش تلوج على انفورماسيون والا لا، هذا المهم اليوم. اوكي باه جست حبيت نقول لكم حاجه انا فما الشركات كي باش تشوفك في خدمت بروجي معين نجموا يقولوا لك اعمل نفس البروجي، معناتها باش تلقى بروجي اخر يشبه باش يقول لكم اخدموا عليه جست باش يربحوا هما وقت بلي زمان. دونك حاول تقولوا لا حاول تقولوا تحب تخدموا بروجي جديد بس هذه سم هكا هنت صغيره. باه لا ارجع لي اللي قبلها خلينا نحي البوتلاج بتاعي في ساسا. باه اي زادة البرة سلتو حتى في شركات في تونس راه بداو يعملوا فيها مثلا انستاديب كوغنيرا تالان برشا شركات اخرين بزنس اند اي فازت لكم كل ولاو يخدموا بالبروسيس كيما في الشركات الكبار كيما شركات الكل تو بليزوما هما يستعملوا حاجه هذه في التكنيكال انترفيو بعد باش تعمل تيست على عديك زيكزيسيس تاع بروبلم سولفينغ بليزوما. فما دو تيب تاع زيكزيسيس هذوما اللي هما بعد زادا يتفرعوا لدو تيب كبار. التيب الاول هو جست يعطيك اكزرسيس شفاهي بليزومون يعطيك بروبليم وانت لازمك تعطي سوليسيون نتاعها. يقول لك اعطيني سوليسيون مش لازم تعطيه كود معناها ماكش تكتب بايثون بالكلام اما جست تعطيه سوليسيون كيكا بالكلام تقول لك فاش نحل السوليسيون هذيا. باش يقول لك باش تقول له انت السوليسيون نتاعو باش يقول لك شناهي الكومبلكسيتي نتاعها دونك لازم عندك فكره على الكومبلكسيتي. بعد شي يقول لك اسكو نجمو نحسنوها السوليسيون هذيا ولا دونك لهنا لازم تكملوا تعطي البروت فورس سوليوشن. بروت فورس معناتها سوليسيون بازيك هذيك اللي حبيت كل تخمم فيها تعطيه الكومبلكسيتي نتاعها تعطيه ديما الكومبلكسيتي خايبه وبعد تعطيه سوليسيون ما احسن. معناتها لازم ديما تكون تخلي البيست فور لاست تخلي السوليسيون الثانيه البعد تقول له معناتها تقول له هي نجمو راه نحسنوها اكثر السوليسيون هذيا وبعد تقول له السوليسيون الاخرى وتعطيه الكومبلكسيتي الثانيه. معناتها مثلا كومبلكسيتي الاولى تعطيها هي ان كاري وبعد كومبلكسيتي ان بيزومون. باه فما برشا نولج هنا لازم كنت تعرفوها في الداتا ستراكشرز والالغوريثم. داتا ستراكشرز برسمي افونسي فما حاجات ياسر محلهم افونسي لازم كنت تعلمهم اللي هي برسمي الباز نتاعك كانجينيور. اهم حاجه لازم تعلمها هي داتا ستراكشرز والالغوريثم اهم حتى من الفريم وركس اهم من اللونجاج من
من الهم هيك كل خاطر في الاخر بعد الباز نتاعك لازم تبناه بالباهي داتا ستراكشرز وهذا كل به وانت ترن عليهم هذوما كل تترن عليهم في ليد كود. ليد كود من اكثر السيتات المعروفين اللعبة ترن عليها للتكنيكال انترفيوز نتاعها. فما سيت شلقت به لي ميتادو هذا اسمه نيت كود بالان راح نبارطاج ليكرون شنو اللي هلكم راهي تسمعوا الحاجات هذوما تاع التكنيكال انترفيوز ماشي متعليله وتمشي تعدها ديجا فما برشا مجموعه عمناو اللي كانوا لوجوا على بي اف او ندموا على الاخر اللي هما ما خدموش برشا في اللي تيب دي زيكزيسيس هذوما خاطر رسم فما حاجات اللي ما تجيش في مخك تذكروا كيما الجبر يا خدمت عليها قبل يا لا هذا كيف كيف فما دي زيكزيسيس يا تعرف يا ما تعرفش سينام باش تقعد تكسر راسك برشا دونك تبدا عندك فكره صغيره من الاول خير باه فما الف دي زيكزيسيس اما الكلهم في الاخر باش يطيحوا لهذوما لي ستيل هذو قربت 15 ستيل تاع دي زيكزيسيس دونك انت تخدم برشا بعد تولي تعرف انه تيب دي زيكزيسيس هذو سورتينغ الجوريثم يس كي تخدم برشا اكزيسيسات تولي تعرف انه تيب دي زيكزيسيس هذوما فما برشا حاجات لازم تعرفهم كيما كيما الجراف ثيوري دايناميك بروجرامينغ اما هذوما حاجات افونسي مثلا ريت الجراف ثيوري هذا في لانسا ديب عملناه وجابوه معناتها جاهم تروز اكزيسيس ولا دو على الجراف ثيوري اكثر العباد طاحت في هذا جماعه الخدمه مثلا كومبيتيف بروجرامينغ هما اللي سلكوا رواحهم به كان نيت كود. نيت كود هذا سيت رسمي ياسر مزيان علاش على خاطر هنا يعطيك الاكزيسيس في الليد كود يعطيك الاكزيسيس يعطيك شنو ديفيكولتي تاعو يعطيك سوليسيون التصليح نتاعو هذا الراجل خادمه الراجل هذا تقبل يخدم في جوجل ليمات اللي فاتت يعطيك سوليسيون تاع الكود بالبايثون والجافا او نايس اي ياسر محلاه بحق من احسن سيتات تشقت فيها اوكي باهي نعطيكم سيت اخر هذا اسمه technical interview handbook هذا من اكثر السيتات بوبولار المعروفه في الجماعه اللي يحبوا يدخلوا الفانك بون تولت مانجا مانجا هي امازون ميتا ابل ام ال ان نتفليكس جوجل اند الاخرى ابل سوري ما حدش يقول هذه باس نو مش يدخل اوكي انت باش نوريكم السيت اي هذا ننصحكم تشوفوه سيرتو كان باش تابليكيو لبرا كان باش تابليكيو شركات البرا فما برشا حاجات لازمكم تعرفوها في السوفتوير انجينيرينغ وكل حتى كان باش تخدم ويب ديفلوبر كل لازم فما دي نوسيون تاع سوفتوير انجينيرز لازمكم تعرفهم خاطر اون فان دو كونت كنا في الانفو بليزومون فما ديزاين باترنز لازمكم تعرفوهم فما برينسيبلز تاع سوليد هيكم لازم تعرفوهم فما برشا حاجات برسمي سيت تطوير على الاخر معناتها تحضير يحب لك شهر شهرين باش نجم تضمن بلاستك مثلا في فانك في شركات كبار اوكي وزادة متنساوش كان كنتم باش تابليكيو لرول معين مثلا في الداتا ساينس فما حاجات اخرين زادة يتزادوا للداتا ساينس مثلا باش يتزادك لازمك تفهم بالباهي الاسكيو ال فما حاجات في الاي اي لازمك تعرفها نعطيكم فما لينك هنا ياسر فما واحد ياسر معروف هذا تنجم تعملوا ريزومي بي تنجم تلفزو بي معنا ماشين ليرنينغ انترفيو كويستشنز عاملها كريش نايك هذا من اكثر العباد المعروفين في الاي اي اللي قال لي معنا ياسر محلي العبد هذا هذا ما حطيته سامحوني في البرزنتيشن سيتو ايه واتلز هذا انترفيو سكول هذا كيف كيما تك انترفيو هاندبوك اما ها تك انترفيو هاندبوك ادفانسد اكثر برشا سمها honorable mentions نحب نقولها لكم هي بون نيت كود قلت لكم عليه فما كودينغ بتونسي ولا يخرج جات فتره ولا يخرج برشا كونتنت على ديز اكزرسيس يصلح فيهم على ليد كود ديجا هو اللي يعاون في العباد باش انهم يخدموا اكثر ليد كود باش نجم يحسنوا باش نجم يضمنوا بلاصتهم اكثر برشا بعد برشا فما نسيت اسمه مهدي الشيخ روحه هو اللي يعمل في الفيديوهات هذوما تاع ليد كود اللي يبدا يصلح فيهم زادة فما جوما تيك وكليمنت ميهايل سكيو I guess اسمه هذا زادة فيديوهات ياسر محلية مثل كنت فرج عليهم they're really famous في الدومين تانا و some books كيكا حطيتكم قيتهم ياسر like,
ياسر معروفين البوكس هذوما في التكنيكال انترفيوز، حبيت نحط لكم من حقيقه ما قلت حتى واحد منهم. I'd like watching videos and medium content خير اكثر. That's it. هذا من اكثر الحاجات اللي بالرسمي قلتها ياسر امبورتنت ولازمكم تعرفوها. مش كان في تونس كهو، هذا من حاجات تضمن لكم منكم دبل استاجات البرا، وفي تونس زادت قوي في الشانس تاعكم خير. وكتب لي تعرفوا حاجه هذوما باش ملك الرانك بتاعكم باش يزيد اكثر برشا في الانترفيوز، معناتها باش تكونوا احسن برشا بارابول جماعه غيركم. خاطر بالحق في لينكدين بعض ساعات اشترى حاجات تحشم بالرسمي تحشم، لك واخذ حاجه كوبي بيست من كانفا، لك تمبليت من كانفا وحط عليها حاجات تحشم، لك ممبر في برشا كلوبس وكهو without actual فماش حتى شيء بالرسمي يصلح فيه. سو لازمكم تعرفوا الحاجات هذوما باش تنجموا تقويوا في الشانس نتاعكم وتولي تشقوا بالاغلاط، وحتى كان كنتوا تعملوا فيها تولي ما عادش تعملوها. ثانك يو ليليا، كانت تقول حاجه. ثانك يو محمد، بالحق سيتي ريش برشا الكونتينيو اللي حضرتوا لنا، ميرسي بوكو. دونك اون اسبير اللي احنا نجمنا نوصلوا المعلومه، حابين نشاريو النولج اللي عندنا لماكسيموم. كان حد منعرفش انا، كان حد عنده كيستيون ولا يحب يسال على بارتي ديجا عدينيها ولا حاجه في الفري قبل ما نوفيو الانفو سيشن، كان ما فماش كويشنز. جوست نحب نقول رمارك انه كان اي حد فيكم انتريسي باش انه يعمل ستاج في او ان جي يجب يكونتاكتيني اتمامون، وانا ريكوموندي في اي او ان جي موجوده عندنا هوني سبيسيالمون سبيسيفيكمون في صفاقس، كان او ان جي برا من صفاقس نجم زاد نعاونو. سينو كان حد فيكم يستحق اي حاجه يكونتاكتي اي حد منا واحنا نجاوبوه اتمامون. ما تنساوش انكم لازمكم تعرفوا البروفيل نتاعكم باش تعرفوا اما سوسيتي ولا اما انتربريز تجمو تعملوا فيها ستاج نتاعكم. حاولوا انكم تكونوا موتيفي لو ماكسيموم، راهو ما تنساوش انه راهو ستاج سيت اون اوبورتونيتي باش تتعلموا فيها. دونك حاولوا انكم تاخذوا الاوبورتونيتي هكيه باللي تجمو. دونك ما يجي شيء من غير بريباراسيون، وما يجي شيء من غير ما انك تعرف شو عندك وش ما عندكش. ما عرفتش كيما نقول حكايه احنا راه فسرنا لكم كيفاش دبروا ستاج، ما انت مازلنا ما فزنا لكمش شنو باش يصير لكم في ستاج. خاطر شنو باش يصير لكم في ستاج تفرق من شركه لشركه، راه مش كيما شركه كبيره مش كيما شركه صغيره، مش كيما او ان جي مش كيما ستارت اب، كل واحده عندها الميثود نتاعها. وزاده مش كيما ريموت مش كيما سي بلس، فما شركات مثلا يخدموا يعملوا لك ريفيو كل نهار تتلاقى مع السوبرفايزر تاعك يقول لك اوكي اش عملت، نجم يركب لك ستريس كيما ينجم يعاونك على الاخر، خاطر معاك في كل وقت يحاول يخدمك. زادا فما جماعة باش تعمل معهم بروجي وحدك، معناتها باش تبدا وحدك تخدم في البروجي، فما جماعة باش تخدم بروجي كليون، معناتها باش تخدم مع عباد اخرين للكليون، يبدا عندك ديدلاين فاكثر ستريس الحكايه. فما زادا كان تخدم مع عباد معين، باش تعلم حكايات مش كيما تخدم وحدك، معناتها كي تخدم مع عباد باش تعلم حكايات افونسي كيما البير بروغرامينغ، تعلم البايبلاينز كيفاش تعدي الكود نتاعك، تعلم تيستينغ، تعلم فازات ياسر محلاهم اللي هي بعد تسحقد على الاخر في الخدمه. باركونت كان باش تخدم وحدك بروجي راك انت راس البيسي نتاعك، جست باش تعمل بارتاج ديكرون للسوبرفايزر نتاعك توريه وين وصلت وكهو، دونك باش تفرق الحكايه على الاخر بعد. هذا ما حبيت نقولها لكم زاده، هذا ما حاجه ديما الاكسبيريونس تفرق من عبد العبد. زاده نجم نعمل ستاج في نفس البلاصه، اما مش كيما الاكسبيريونس اللي عشتها هنا، مش كيما الاكسبيريونس اللي عشتها انت محمد. دونك هيك علاش ما نجموش بالرسمي نحكيو لكم شنو باش يصير في ستاج كي باش تعيشوها انتوما، باش تكتشفوها انتوما، باش تعاونكم برشا، باش تحسنوا بروفيلكم برشا. دونك ما نعرفش كان عندنا كيستيونات ولا لا، سينو اون تيرمين لوجيكمون ما عندناش دي كيستيون. ميرسي بوكو كيما قلت لكم. استنى شويه مزروبه، اسمعني ليليا كانت تحب تمشي سافا، نجم نقعد حدا من هنا حتى الدرج ماكس كانك مزروبه. لا اتس اوكي، احنا ديجا ونص باش نكملوا، دونك مش مشكله نجم نقعد الدرج. اوكي جست نحط برزنتيشن اونك واحد يحب يشوفها ولا نبرتجها، معناتها كان واحد عنده بلي هذيك هذيك الداتا شيت اللي حطيتها على الاول نجم تبعثوها لنا معناها. اي باش نبعث كل شيء من الداتا شيت نتاع انكارتاج ونتاع بلال.
داكور ميرسي. طبيعي جست احترموها بليز الشيت هذه. خذيت برشا وقت باش نجمنا نعملوها الناس الكل قربت 15 واحد. خذيت برشا وقت برسمي باش عملناها وخاطر فما زاد جماعة كل اسبري كونكور تعرفوهم خذاو الداتا يبداو يبدلوا فيها معناتها هنا تكون هي ويب يبدلها داتا ساينس وحكاية حسيت يبدا يبدل فيها جست باش يشيع شانس تاعه هو انه يتابليكا هو والاخر ما يتابليكاش دونك بليز دونت دو ذات. تنجم تبدل في ال شو اسمه الاكسس نتاعهم اي تنحط فيو كهو اي حطها ل بدنا نحكيك وقتها كنا نعملوا فيها هذيك وناس الكل عندهم الايديتنج اكسس ناس بدات تبدل فيها العباد باش ناخد سينو شو نعطيكم حاجه تعاونكم في حياتكم زاده فما البلاك بوكس هذه اكستنشن كتاب انت تفرج في فيديو يوتيوب ولا حتى بريزنتيشن وعند البروف ولا حتى في التي بي قول صاحبك لا يكتب في كود وانت باخذ على الاخر تقعد تبع فيه الاكستنشن هذه اسمها بلاك بوكس تاخذ تكست اللي انت ترى فيه قدامك تعملها كسيليكسيوني سيليكسيوني هذيك بعد تنجم تعمل بيستو لهنا ما تخدمنيش يعني خاطر استعملتها برشا او هذاك كوبي كو عندك كم كعبة في الشهر هكاك تقريبا اي بعد جست تعمل فيديو لوكاش وكذا هذي تعاونكم حتى في ميت تبدا تفرج في ميت تطول كوبي بيست تولي عندك حكايه او الاكستنشن اسمها بلاك بوكس بلاك بوكس واش كون عندك اسئله فما زيدا كوبي فيش اوه كوبي فيش تيه اعطيك واحد اخرى شكرا ادم شكرا يزيد فما نابثة بروجكت نابثة بروجكت هذه تنجم تاخذ تكست حتى من تصور مثلا تمشي للجوجل فوتوس هنا وتبدل في التصويرة معناتها تبدل تكست موجود في التصويرة ليه تكون هكا تنجم تردو هكا تنجم تنحي كومبليكت مو تكست هذاك هذا اسمه نابثة بروجكت كيما شاريو اي حاجه تلقاها قدامكم بالرسمي شاريوها ياسر محلي حكايتي هكا كيفاش نتعلم هذا حاجات ناقصينها في تونس انك تشاري الانفورميشن تاعك معناتها كنت كونسنت شاري وذ كونسنت نو قلت لك ما عندناش برشا الكولتور نتاع البارتاج اي مشكله which reminds me انه ممكن برشا نرجعوا لل شو اسمه الوركشوبس في الاي اي بريزونسيال الجمعه الجايه اوكي كول فما حد لك ربيت 56 عاود ما عندوش كاستيونات اوكي ويت فور ذات تمشي تلوج على الايميل بتاعها شوف مثلا الشركه اللي حاطط على عينك شوف اسكو تلقاها في الداتا سيت اللي بارتاجيتهم ولا في الداتا سيت هذوكم تنجم تلقى الايميل تاع الاتش ار والايميل تاع الكومباني سينو تنجم تمشي للسيت تاع الكومباني بيدها تهبط لوطه في الاباوت تلقى الكونتاكت ايميل هكا تمشي تعمل ايميل تمشي تكتب ايميل لهم هما مثلا تكتب انترفيو ابلكيشن تحط البوزيشن اللي تحب تخدمها وبعد في الايميل هذاك تحكي انت تحب على السيرش وتبعث موتيفيشن ليتر وتبعث السي في نتاعك هذا مهم عندي كوش وي فما الشيء اللي يهمهم انك معناها يكون فيرست اكسبيرينسك في ستاج ولا لا ولا ما يهمهمش معناها حتى كان اول مره يخدموا معناها فما فرص ما تفرقش برشا الحكاية باركونتخ فما دي سوسيتي تفيزي العباد اللي باش تعمل أول مرة استاج خاطر تحب تعلمهم التكنولوجي اللي هي تخدم بيهم سينو ماهيش بوان فور يعني باش تبريزونتيها فهمتني معناها ما يقلقهمش نجم تشوف وتلوج وتبعث عادي سبام بروبليم ولا جست حاول ظهر عندك فكرة عليها كما قلت لك حاول معناتها اعمل ريسيرش اي اعمل ريسيرش اعمل ريسيرش على اللي ما يستعمل فيها ميرسي ما
معناتها كان خاطر في تنجم تلقى بعد ساعات راهم في الابلكيشن اللي هما يهبطوها مثلا كان هما طالبين انترنس يبداو يقولوا شنو الانترنس باش يعمل بالضبط شنو اللي رول بتاعه مثلا قول في الاي اي مثلا باش يخدم تنسر فلو انت على الاقل تبدا عندك نولج على التنسر فلو تبدا عندك فكره صغيره عليها لوتيل هذيك حتى كان ما عندكش حاول تعلمها شويه قول انا بعد كي باش تبروبوز يقول لي راني انترسي على الاخر بالحاجه هذيا نحب نخدم عليها اكثر جست حاش بعبيت انترستد مش عبيت يكركرو انا جاي يمشي فاليديو ستاج نتاعها ما كاو كستيون بالله سوخي وي بالله تعاود تحكي لنا على فازت ريدمي فايل تاع الكتاب اوكي ثانك يو الانترفيورز فما التكنيكال انترفيورز باش يعملوا طلع على الجيت هاب نتاعك كان حطيت انت في اللينك فما عباد يعملوا طلع مثلا فما جماعه في لانس اديب يشوفوا الريبو نتاعك شوف البروجي اللي انت خادم عليهم هذا كيما تنجم تقول كيما البورتفوليو نتاعك فما زاد عباد تعمل بورتفوليو باللينك هذا وتحطه هو باهي شنو تحب نفسر بالضبط كيفاش الاركتكتشر نتاعك كيفاش تعملها باهي عندي شويه كيستيونات الاول هو اسكو معناها اسكو كي تعمل نوت بوك تتسمى بروجكت هيك صحيح معناها تتعب عليها وتقعد جمعه كامله تحضر فيها مين ما نعرفش حاسه مش بروجكت نوت بوك نتاع بايثون ديب ولا ايه جبت نوت بوك تنجم تسمى بروجكت سما راهي يفرق من بروجي بروجي فما بروجي تستحق لك قرابات خمسة نوتبوكس كل واحد بارتي عليه واحدة مثلا تاع سكريبينج واحد تاع كلينينج واحد تاع اي دي اي واحد تاع موديل بيلدينج فما دي بروجي بدو تفهين في نوتبوك واحد كهو انت والكاليتي تاع البروجي راهو انت والكاليتي تاع البروجي يفرق جايز جبت لي سامحني فما حكاية اخرى ما تخليش النوتبوك متاعك في نوتبوك كهو فما غلط زادة يعملوها برشا لعبت انه جيت تعمل جوبيتر نوت بوك اذا جاني عملتها مدول تعمل جوبيتر نوت بوك وتخليها هكاك كهو تو اكسل تو تكون خير من اللي بروفيل غيرك حاول اعمل اند تو اند بروجكت معناتها تبدا من السكريبينج وبعد تعمل برودوي تعمل جوبيتر نوت بوك هذاكم تعمل اي دي اي والموديل بيلدينج وبعد تعمل ويب اب عليها تستعمل يا فلاسك يا فاست اي بي اي وستريملت فازت هذاكم كل باش البرودوي نتاعك يكون في شكل ويب اب وبعد تستعمل هيروكو باش نجم تحطه في سيت في الانترنت باش نجم تخدمه في الانترنت معناتها باش يظهر للعباد برودوي باش يكون برودوي يخدم لايف وذاك هو تبارتاجيه للعباد توري العباد ان شاء الله عاودك لذيك جايز تحبوا نعلموكم كيفاش تهوستيو اي اي في سيت ويب لوكال حافظ هبطها في الجروب هذي اوكي باه هذا السيت نجم تهبط به نجم تصنع به نجم تاخذ البروجي نتاعك وتحطه لهنا باش يولي يخدم في الانترنت هذو هما الحاجات اللي لقيتها في اليوتيوب يحكيوا عليها برشا باش نجم انت تحسن في الكاليتي تاع الخدمه نتاعك باي مرسي صبخي بلاك استي واحد الهاكر ريدمي فايل هاكا كيفاش تركهم هذا وقت كنت لوش فاش اني ركحته ولا كيفاش انت تنجم تصنع هذو الاخرين اكزامبل معناها ومن بعد نعم اكزامبل اني كنت نمشي شو اسمه في واصف هذا واحد من صحابي لهنا من شفته نتاع واصف نقاه عامل حكايه كيما هكا ولي هو بيسكو ريدمي فايل دونك تنجم تمشي للرو نتاعو هاي تنجم طيبون هي نعم نحيه اتري خلينا نمشي للتايتل كليك على ريدمي بوان ايوه هي تبدلت هنا مشيت الكود نتاعو قعدت نقرا فيه نقاه ياسر سامبل معناتها نجم بالموديفي فيه قعدت نلوج على الحاجات اللي نجم تتبدل مثلا اني هنا عسل فما دي بارتي سهلين على الاخر نجم تبدل فيهم ياكم هما اللي تبدلهم يولي يخدم على نتاعك انت فهمت جست تعطيه مثلا اليوزر نتاعو او هي لهنا يوزر نيم كانت ان شاء الله ترفع هنا يوزر نيم لقيتها مكتوبه تاع حاب تاع واصف مشيت بدلتها نتاعي ولات يخدم على السيت نتاعي بعد قلت خلينا نشوف اسكو فماش حاجات اخرين مشيت لوش في الانترنت يا اخي نلقى فما برشا حاجات ديجا سيوار هنا بعد جنريتور طول يخدم لك
هو كيفاش تمبليمونتي معنا في الجي في الجيت في الجيت نتاعك معنا باش يظهر معنا كيك مقدم الاسم نتاع اليوزر نتاعك هو يكون الاسم نتاع الريدمي فايل نتاعك لهنا هو نفسه وبعد تعمل بين تعمل له بيننج لهنا مش ولي هو الريدمي هيك هو يظهر له لاني سبب تعمل كيك يولي يختم هنا طول فهمتك ميرسي بوكو سهل شو الحاجه هذوما ديما كي تلوج عليهم في الانترنت تلقاهم في سيت اسمه ميديوم هذا ميديوم هذا برك تلقى فيه كل شيء سيت فهو ميديوم فما بارتي منه اسمها towards data science تنجم تلقى فيه الكونتينيو على اي حاجه تحب تعلمها عندك شيء اخر لا لا تريا سبا شكون عنده كيسيون ولا مش فاهم حكايه ولا لوجيكمون سافا محمد سافا مليح دونك اون تيرمين لانفو سيشن اليوم ميرسي بوكو بوغ فوتر بريزونس و فوتر انجاجمون جيسبر لي عجبتكم كيما قلت لكم كان عندكم اي كيسيون محب جاكم من بعد يعني والا نسيت حكايه من بعد نزيد فيها باش انكم تكونتاكتيونا نقول لكم توا تصبح على خير الناس الكل وبسلامه وبون كوراج سورتو في الاستاج تصبح على خير هابي كودينغ Bonne nuit. Anytime.